بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد رحمة العالمين. هنبدأ نتكلم في الجزء الأخير في الروماتولوجي. عندنا أول موضوع بالنسبة لنا خلال الفيديو ده اللي هو الريانود. أول معلومة نعرفها في الموضوع بتاع الريانود اللي هو في منه برايمري وفي منه سكندري. البرايمري بيجي في الفيميل في السن الصغير، فبالتالي فيميل في السن الصغير وعندها أعراض معينة، فازو سبازم في إيديها، فإيديها بتمر بحوالي 3 ألوان، اللون البيل واللون البلو بتاع السيانوزس، ثم اللون الريد نتيجة رجوع الدم في اللي هو الفينجرز. فهيجي لك الكيز يقول لك الايدين بتمر بكام مرحلة او بمراحل معينة علشان في الاخر تكتشف ان هي كيز اوف ريانود. ده بالنسبة لنا لو هو الموضوع بيكون برايمري، والبرايمري بيحصل في اللي هو اليونج وومن. الحاجة التانية، الموضوع بتاع البرايمري ده بيكون اكزازيربيتد او بريسيبيتيتد بحاجات معينة زي الكولد وزي الاسترس، وبيكون بايلاترال. ما هي ديت حاجة بتكون ايه، حاجة عامة، يعني مش مأثرة على جزء واحد وسايبة جزء، لا هي بتكون في الايدين الاتنين. فالديزيز في البرايمري بيكون بايلاترال، على عكس لما يكون سكندري. فهناخد الفروقات بين البرايمري والسكندري. أول حاجة هتلاقي كاتب لك إن الريانود فينومينا هي عبارة عن ريكارنت فازوس بازم، ونركز على معلومة: إذا ذكر الفازوس بازم ذكر العلاج. علاج الفازوس بازم، أي فازوس بازم في الجسم محتاج كالسيوم تشانل بلوكر. فأحد العلاجات اللي احنا هنقولها في الريانود اللي هو الكالسيوم تشانل. مين؟ الكالسيوم تشانل بلوكر. فأول مرحلة في العلاج إن احنا كلايف ستايل، كإن احنا نتجنب اللي هو الاستريس، الكولد ويزر، نلبس جلافز، وهكذا من الحاجات اللي هي تمنع البريسيبيتيشن بتاع الريانود فينومينا. الحاجة التانية، ممكن ندي العيان ده أحد أنواع اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر زي النيفيديبين. ممكن بعد كده ندي للعيان ده بروستا سايكلين انترا فينوس. مين؟ انترا فينوس بروستا سايكلين كأوبشن تالت في اللي هو الموضوع ده. المهم ان الموضوع عبارة عن ريكارنت فازوس سبازم في اللي هو صوابع الايدين واللي هو التوز بتاعت الرجلين، وغالبا بيكون ان ريسبونس او بريسيبيتيتد او اكزاجريكيتد بسبب الاستريس او الكول. فده بالنسبة لنا ده عبارة عن مين؟ ده عبارة عن البرايمري. فالبرايمري ريانود فينومينا احنا عندنا تقسيمتين، برايمري وسكندري، عشان في الامتحان هيقدر يفرق لك بينهم. فانت من الكيز لازم تكون حاطط في اعتباراتك الكيز بتاعت الريانود برايمري ولا سكندري. ولو الريانود جاي سكندري ممكن يطلب لك التشخيص الاساسي اللي دخل العيان في ريانود فينومينا او ريانود ديزيز اللي هو السكندري ريانود ديزيز، وبيكون اشهرهم عبارة عن السكليرو ديرما بنسبة 90%. فاحنا اصلا لما خدنا السكليرو ديرما او هناخد السكليرو ديرما دلوقتي، فبيكون فيها الليميتد تايب او فيها اللي هو السنترال تايب اللي هو عبارة عن الكريست سيندروم. والكريست الار اللي فيها بتكون عبارة عن ريانود. فبالتالي الريانود بنسبة 90% بيكون موست كومن مع مين؟ مع السكليروديرما او السيستيميك سكليروزس. الاوبشن الثاني بنسبة 85% اللي هو ميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. في الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز بيكون في اعراض مجمعة ميكسد، سواء من اللي هو الماسل مايوسايتس ومايالجيا، سواء من اللي هو الجوينت ارثرالجيا وارثرايتس والكلام ده، واعراض من السكليروديرما والسيستيميك لوبس زي اللي هو مين؟ زي اللي هو الريانود فينومينا. واتكلمنا قبل كده ان الموكيت، بنشخص الموكيت كان موجود فيه مين؟ كان موجود عليه الارنب، فهو بيتشخص عن طريق الانتي يو 1 ار ان بي. ده بالنسبه لنا كمعلومه.
المهم يعني المعلومة التانية في البرايمري رينود بيتميز بيه، نركز كده، فازوس بازم الون. هو عبارة عن ديزيز كل المشكلة فيه فازوس بازم في الفينجر أو التوز، وبيكون بايلاترال ديزيز وما بيكونش معاه no association with another illness، ما بيكونش معاه association with another illness. لو في association مع مرض تاني فهو تحول من primary رينود فينومينا أو رينود ديزيز، يتحول في الحالة دي لسكندري رينود ايه، سكندري رينود فينومينا. ونركز ان هو برايمري رينود فينومينا وسكندري رينود فينومينا. البرايمري هو اللي اسمه رينود ديزيز، البرايمري هو اللي اسمه رينود ايه اللي هو الرينود ديزيز. الحاجة اللي بعد كده، احنا قلنا ان النسبة بتاعتنا نسبة قليلة، النسبة في الوومن حوالي 2%، في الرجالة حوالي 6%. طب هو كومن في الوومن ولا في اللي هو المان الراجل؟ هو بيكون ديزيز اوف يانج وومن، يانج وومن حوالي في سن الثلاثينات، الديزيز بيكون بايلاترال، بيكون سيميتريكال اتاك. فالسيميتريكال اتاك يعني بتاخد الناحيتين، يعني هيها بايلاترال مين؟ بايلاترال ديزيز. حاجة تانية بقول لك، 2% من الرجالة 6% من الرجالة اللي عندهم ريانود فينومينا بيكون عندهم او بيحصل لهم مين؟ سيستيميك سكليروزس، وديت مهمة برضو نعرفها. فالبرايمري اللي هو هنا نركز كده ان البرايمري ان المرض في الاول بدأ بريانود والريانود قلب بسيستيميك سكليروسس، ولو هو سكندري يعني العكس، يعني نركز كده، السكندري يعني العكس. يعني ايه؟ يعني العيان عنده سيستيميك سكليروسس وجه بعدها مين؟ جه بعدها الريانود. فهنا الريانود بسميه سكندري ريانود فينومينا، لانه جه بعد مين؟ لانه جه بعد اللي هو السيستيميك سكليروسس. لكن المعلومه اللي فوق ان الريانود بعد كده ممكن بريديسبوز او يؤدي الى مين؟ سيستيميك سكليروسس. فطالما الريانود هو الاول فده برايمري ريانود فينومينا، طالما الريانود جه بعد السيستيميك سكليروسس او مع الميكسد كونكتيف تيشو فده سكندري مين؟ سكندري ريانود فينومينا. نيجي للموضوع بتاع الدايجنوزيس، الدايجنوزيس بتاع البرايمري ده مهم وبيجي في الامتحان، نركز كده. اول حاجه احنا لسه قايلين في البرايمري هو فازو سبازم، الفازو سبازم بريسيبيتيتد او ترايجرد باي اكسبوجر تو الكولد اند اور الاستريس، وديت احد اهم العوامل اللي احنا هناخدها في الاعتبار في العلاج بتاعنا، ان العيان يتجنب الاستريس، يتجنب الكولد ويزر، يلبس جلافز وهكذا. الحاجة التانية لسه قايلين برايمري يعني نو اسوسيشن نو اندرلاينج ديزيز، فدي معلومة برضو لسه قايلينها. الحاجة التانية ان قلنا ان هو فازوس بازم الون، فالفازوس بازم بيحصل في الناحيتين فبيكون سيمتريكال بايلاترال اتاك. فنركز كده، السيمتريكال ايبيسود افكتنج البوث هاند بات نوت نيسيسري اول فينجر، يعني هو بيأثر في اللي هو الايدين بس مش لازم ياخد كل الفينجر، هو المهم ان هو يجي باي لاترال بمعنى اصح. طيب الحاجه الثانيه قلنا كل الموضوع عباره عن فازوس باز، فما بيكونش فيه موت للخلايا، ما فيش فيه توشي نكروزس، ما فيش ألسريشن، ما فيش جنجرين، ما فيش سيفير سكيميا. كل ديت هنعكسها، كل الخصائص دي نعكسها هيكون عباره عن سكندري ريونود. والحته بتاعت التيشو نيكروزس والالسريشن والجرجرين والسيفير سكيميا دي بتيجي في الامتحان علشان تقول لك ان ده عباره عن سكندري ريونود. الحاجه الثانيه بنعمل حاجه اسمها كابيلاروسكوبي او نورمال كابيلاروسكوبي علشان نشوف النيل فولد، نشوف فيه مشكله في الضوافر والنيل بيد والنيل فولد ولا لا. فطبعا البرايمري ريونود بيكون فيه نورمال كابيلاروسكوب فايندنج او نورمال نيل فولد كابيلاريز، والعكس هيكون فين؟ في السكندري ريونود. الحاجه الثانيه دي مش مصحوب باوتو اميون ديزيز او انفلاميشن، فبيكون في نورمال
اي اس ار ونيجاتيف اللي هو انا انتي بوديز. فركز على كل التفاصيل ديت، الدايجنوزيس بتاع البرايمري رينود بيكون كل الحاجات ديت موجوده فيه، ناخدها واحده واحده، نستنتجها واحده واحده طالما احنا عارفين تعريف البرايمري او الرينود فينومينا. هو عباره عن فازوس بازم في الفينجر والتوز. الحاجه اللي بعد كده بريسيبيتيتد باي اللي هو الكولد او الاستريس. فاول خاصيه عندنا في الرينود اللي هو بيكون فازوس بازم في الفينجر والتوز، يعني بيكون بايلاترال، بيكون سيميتريكال، بيكون واخد البوس هاند ولكن مش كل الفينجرز بالتبعيه. الحاجه التانيه قلنا بريسيبيتيتد باي اللي هو ايه، بريسيبيتيتد باي اللي هو الاكس اللي هو الاكسرسايز او الاستريس او الكولد. حاجه تانيه برايمري يعني نو اذر underlying mean disease. الحاجة اللي بعد كده no tissue necrosis, no ulceration, no gangrene or severe ischemia. دي مهمة. النيل فولد بنعمل كابيلاروسكوب بنلاقي النيل فولد نورمال، فنورمال كابيلاروسكوب فايندنج. وكذلك اللي هو الانا بيكون نيجاتيف والاي اس ار بيكون نورمال. لو جينا بقى للموضوع بتاع السكندري ريانود فينومينا، السكندري ريانود فينومينا يعني هو السكندري لاندرلاينج ديزيز، وطالما سكندري الاندرلاينج ديزيز سكندري كوز لديزيز زي السيستيميك سكلوروزز ده الموست كومن بنسبه 90%، الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز بنسبه 85%، الروماتويد ارثرايتس واللي هو الاس ال اي. ممكن يجي بسبب او ممكن يجي كديزيز لامراض الدم، ليوكيميا، بوليسايسيميا، بارابروتينيميا، كل الكلام ده، كرايوجلوبينيميا، كل ده اجليتينين ديزيز، كل ده ممكن يحصل معاها ريانود فينومينا، لان كل ده ممكن يحصل فيها هايبر فيسكوستي وبريسيبيتيشن باي الكولد ويزر او اللي هو الاستريس. كذلك فاسكولايتس زي البرجر ديزيز، لما اتكلمنا عن البرجر ديزيز قلنا هو ديزيز وفي الرجاله وخاصه اللي بيشربوا سجاير بيكون فاسكولايتس، وبيحصل فيه ساعات اللي هو ثرومبانجايتس اوبليترانز او اللي هو مايكرو ثرومبوزس بتاثر على الفينجر وممكن تعمل جانجري. الحاجه اللي بعد كده ممكن يكون دراجز، ايه الدراجز اللي ممكن بريسيبيتيت للاتاك زي الاورال كونتراسبتيف بيلز، زي الايرجوت، زي اللي هو الميسر جايد، زي البيتا بلوكر، زي اللي هو الفين بلاستين، زي البيليو مايسين. كل ده ممكن يعمل بريسيبيتيشن لمين، اللي هو السكندري مين، السكندري رينو. فاكتور سجستنج الاندرلاينج كونكتيف تيشو ديزيز، ايه الحاجات اللي تقترح وجود كونكتيف تيشو ديزيز، او بين قوسين ممكن نعتبرها فاكتور سجستنج السكندري ريونيت فينومينا. احنا قلنا البرايمري بيحصل في السن الصغير في الميدل ايدج 30 سنه في اللي هو الفيميل. ده الاونست اوف الديزيز بيكون كام، الاونست اوف الديزيز بيكون 40 سنه. الحاجة التانية البرايمري ريانود هي عبارة عن فازوس بازم، الفازوس بازم ده بياخد وقت قليل ما بيطولش، عشان كده ما بيعملش سكيميا ولا جنجرين. فنركز كده، البرايمري ريانود الابيسود ما بتكملش الساعة، بتكون حوالي تيبيكالي حوالي 15 دقيقة. شوف بيقول لك الابيسود في البرايمري ديزيز تيبيكالي تيرمينيت خلال ربع ساعة، فبالتالي العيان بتاع البرايمري مش هيكون عنده ايه، مش هيكون عنده اسكيميا او جنجرين بسبب موضوع اللي هو الريكارنت فازوس بازم. اما السكندري ريانود لا، بيكون في اسكيميا، بيكون في جانجرين، بيكون في مشاكل كونكتيف تيشو ديزيز، وعلشان كده الابيسود ممكن تطول اكتر من ايه، اكتر من ساعه. فالابيسود اوف السكندري رينود ار لونجر، اما البرايمري رينود ما بتطولش، بتكون حوالي 15 دقيقه. الحاجه اللي بعد كده احنا قلنا في البرايمري، افتكر البرايمري بيكون باي لاترال، اما في السكندري او الكونكتيف تيشو ديزيز بيكون يوني لاترال. الحاجة التانية الفازوس بازم في البرايمري هو فازوس بازم بس، أما هنا بيكون معاه أعراض تانية من اللي هو الكونكتيف تيشو ديزيز، زي وجود الراش، زي وجود الأوتو أنتيبوديز، زي وجود اللي هو أي حاجة بتأثر على الموضوع ده. طيب الحاجة اللي بعد كده شوف أهو الديجيتال ألسريشن، إحنا لسه قايلين في البرايمري ريونود مفيش ألسريشن، مفيش إسكيميا، مفيش جانجرين، هنا في ألسريشن ممكن يكون في كالسينوزيس طالما هو موست كومن مع
اللي هو الكريست او مع السكليرودرما او السيستيميك سكليروزس، ففي كالسينوزس. الحاجه الثانيه، في مرض كده او مصطلح كده بيكون موجود مع السكندري وليس البرايمري، بيجي في الامتحان بسميه ايه؟ بسميه اللي هو الشيل بلينز، بسميه اللي هو الشيل بلينز. لو احنا شايفين الايد بتاعت الريانوت فينومينا، الريانوت فينومينا بيمر باربع الوان، ثلاث الوان. الايد في الاول بتكون زي ما احنا شايفين كده بيل، ثم سيانوتيك سيانوزس، ثم هايبرينيك، فتتحول للون الاحمر، فبتمر بيه اللي هو المراحل دي. الانفستيجيشن اللي هو مهم بالنسبة لنا علشان يشوف الريانود ليه علاقة بيه اللي هو الفاسكولايتس ولا لا، اللي احنا لسه قايلينه كان بوزيتيف في البرايمر اللي هو النيل فولد كابيلوروسكوب. لما نعمل العيان ده نيل فولد كابيلوروسكوب في البرايمري مش هنلاقي فيه اي ديفكت، النيل فولد بيكون نورمال. اما في اللي هو السكندري ريانود، النيل فولد بيكون فيه مشكله، بيكون دايليتد، بيكون ديستورتد، بيكون فيه ميس دي نيل فولد كابيلاري فولد، المهم يعني نوت نورمال. فطالما الكابيلاروسكوب نوت نورمال، فده سجست ان في فاسكولايتس، سجست ان ده سكندري مين؟ سكندري رينود فينومينا. فبيقول لك ايه الموست يوسفول انيشال اسيستمنت؟ ان احنا نعمل نيل فولد كابيلاروسكوب، نعمل نيل فولد كابيلاري لوب اكزامينشن عن طريق اللي هو الكابيلاروسكوب او الاوفسالموسكوب، وبالتالي هنلاحظ لو هو نورمال برايمري، لو هو سكندري هيكون في ايه؟ هيكون في مشكله. نيجي بعد كده للعلاج بالنسبه للبرايمري. البرايمري ده فازوس بازم، نعرف هو الميكانيزم بتاع الفازوس بازم، نعمل حاجه ريلاكسيشن كالسيوم شانل بلوكر، نشوف البريسيبيتيشن نتجنبه. فالفيرست لاين زي ما احنا قلنا هو لايف ستايل، ذا بيست انيشال لاين لايف ستايل. انصح العيان ده يقلل الفريكوانسي بتاعت الاتاك، ان هو يتجنب اللي هو ايه؟ يتجنب الكولد، يتجنب الاستريس، يبطل سجاير، يلبس اللي هو مين؟ يلبس اللي هي جلوفز علشان تدفيه. السكند لاين ده الفارماكولوجيكال بقى، الفيرست فارماكولوجيكال لاين تريتمنت اللي هو عباره عن كالسيوم شانل بروكر، زي كالسيوم شانل بروكر زي مين؟ زي النيفيديبين. ونركز لما نيجي ناخد كارديو، النيفيديبين ده ما بيستخدمش في الهارت فيلير. لو هستخدم كالسيوم شانل بروكر في الهارت فيلير هستخدم الاملو ديبين. الحاجه الثانيه السكند لاين اللي هو الانتروفينس بروستاسايكلين، والانتروفينس بروستاسايكلين ده في السيفير اتاك اللي هي ممكن تطول شويه لاسابيع وشهور، وخاصه لو النيفيديبين مش توليريتد او مش جايب ريسبونس كويس. طيب في حاله نركز بقى على المصطلح ده، الارجنت تريتمنت لسيفير ريانود وستريتنينج اور اتابلشت جنجرين، يعني انا عندي سيفير ريانود فينومينا والعيان ده جاله جنجرين في الصوابع بتاعته او معرض اللي هو هاي ريسك ان هو يدخل في جنجرين، نديله مين؟ نديله انترافينس اليوبروست. افتكر ريناد، نفتكر ريناد ريانود فينومينا، ريناد كانت عاوزه ايه؟ عاوزه بروست. فبالتالي الاليوبروست اللي هو عباره عن انالوج من سينسيتيك، انالوج من البروستاسايكلين، بستخدمه في اللي هو السيفير ريانود فينومينا اللي بيكون سريتند اللي هو مهدد او اتابلشد او حصل فيه جنجرين، بديله انترافينس اليوبروست. ولما نيجي ناخد برضه الكارديو هنلاقي ان الاليوبروست ده هستخدمه في البالمونري هايبر تنشن اللي هو احنا بنستخدم فيه ايه؟ الاليوبروست. الثيرد لاين تريتمنت لو هو نون فارماكولوجيكال، نعمل جراحه بقى، نعمل سيمباسيكتومي، ديجيتال سيمباسيكتومي، هقطع اللي هو السيمباثيتيك انرفيشن اللي موصل لي الديجيتس الصوابع، علشان بعد كده اتجنب الفازوس بازم وما اوصلش لمراحل خطيره زي ان العيان يدخل في جنجرين وصوابعه تتقطع وهكذا. ده بالنسبة للبرايمري. السكندري ريانود، علاج السكندري هو علاج البرايمري ديزيز في الأول، تريتمنت للأندرلاينج ديس أوردر. السكندري ريانود هو جاي بسبب مرض، فاحنا بنعالج المرض في الأول. الحاجة التانية لا ننسى ان احنا ندي في العيانين دول ايس، الايس ده علشان رينو بروتكتيف، ما هو الريانود ده ممكن يعمل فازوس بازم، فممكن يدخل عيان في ايه؟
في حاجات زي الرينال ارتر ستينوزس وغيرهم، فبالتالي بندي حاجه زي الايس انهيبيتور كارينو بروتكتيف عندنا. الحاجه الثانيه شوف بيقول لك ايه، بيقول لك لو انا ما عنديش اوتو اميون اوف نو اوتو اميون نو ايس، نو اوتو اميون نو ايس نو بينفيت اوف الايس. احنا بندي الايس فقط لو في اوتو اميون باثولوجي، يعني احنا بندي الايس، ما هو الاوتو اميون باثولوجي في السكندري رينود ايه، سكندري رينود ديزيز. نيجي نتكلم بعد كده على السيستيميك سكليروزس. سيستيميك سكليروزس او السكليروديرما، السيستيميك سكليروز ده عباره عن مرض مناعي كرونيك اوتو اميون ديزيز. الكرونيك اوتو اميون ديزيز سكليروزس، عارفين انتوا الفايبروزس ثم السكليروزس، فبالتالي السبب بتاعه فايبروبلاست كتير، فانا عندي انكريز في الفايبروبلاست اكتيفيتي، فالسكليروز بيحصل قبلها فايبروزس، والفايبروزس في الاورجانز بعد كده يؤدي الى ايه، يؤدي الى اسكليروزس. فده بيحصل في ايه، بيحصل في اللي هو عباره عن ايه، اسكليروتيك سكين بيكون هاردنج، سكليروزس يعني جامد يعني هارد، الجلد بتاع العيانين دولت هنلاقي العيانين دولت في اسكليروزس، في اللي هو الجسم بتاعه كله مؤثر على الوجه بتاعه، حتى لدرجه انت لو بصيت على عيان كلينيكال كده هتلاقي ان الجلد بتاعه مشدود او اللي هو يعني ريجيد او هارد، لدرجه ان هو ما بيعرفش يضحك، لدرجه ان انت لو بصيت على الماوس الاورال اوبننج هتلاقي ان هي العيان تحس ان هو الجلد بتاعه مش قادر اصلا يتكلم او يبتسم من درجه التخشب او الهاردنج بتاع السكين ده. تقوم باصص على ايديك كده تحاول تشد السكين، فتلاقي السكين لازق والسكين خشن ويهاردنج اليمين ليه اللي هو السكين ده. ده بالنسبه للموضوع ده. السيستيميك سكلوروزيس طبعا اوتو اميون ديزيز، فبديهي اوتو اميوز يعني بيحصل اكتر في الفيميل، بيحصل اكتر في اللي هو الفيميل، بيحصل اكتر في الافريكان امريكان، واوتو اميون يعني بيحصل في اللي هو السن الميدل ايج اللي هو 20 ل 40 او حتى هنا من 30 ل 50. بالنسبة بقى للباترن، عندي ثلاثة باترن للسيستيميك سكلوروزس، وكل واحد فيهم بيسأل في الامتحان على اللي هو الاوتو انتيبادي او اللي هو الحاجة المميزة فيه. الليميتد كوتينوس سيستيميك سكلوروزس، ليميتد يعني مقتصر على جزء معين اللي هو مقتصر على السكين، ليميتد كوتينوس ليميتد بسميه سنترال، ومن كلمه سنترال فاحنا عندنا الانتي سنترومير انتي بودي، فنركز مين اللي فيه انتي سنترومير انتي بودي، مين اللي فيه انتي هيستون انتي بودي، مين اللي فيه انتي ار ان اي انتي بودي وهكذا. فنركز ان الليميتد او السنترال سيستميك سكلوروزيس سنترال، يبقى سنترومير انتي سنترومير انتي بودي، وديت بتيجي في الامتحان. الليميتد ده هو الموست كومن تايب من الثلاثه بتوع السيستميك سكليروزس، ان عندي ده بيكون في الرينود هو مي بي ذا فيرست سايت. احنا لسه قايلين السيستميك سكليروزس بيكون في رينود بنسبه 90%، فعيانين السيستميك سكليروزس وخاصه النوع الاول ده بيكون اول ساين فيه اللي هو الرينود، شوف بنسبه 90 ل 95% من السيستميك سكليروزس. احنا هنقارن بين الليميتد وبين الديفيوز، فنركز كده الليميتد والديفيوز عشان نعمل مقارنة، المفروض الحاجات دي تتعمل كمقارنات. اول حاجة بالنسبة لي نركز كده في الليميتد او السنترال سيستيميك سكليروزس افكت الفيس والديستال لمب بريدومينانت، العكس بقى اعكس، الديفيوز هي افكت الترانك وهي افكت اللي هو البروكسيمال لمب. فهنا السنترال ده هافكت افتكر السنترال فيس بيافكت اللي هو الفيس، والديستال مين الديستال ليم. الحاجه اللي بعد كده شوف الاريا اوف السكين الافكتد اونلي ذا فيس اللي هو الديستال ليم اللي هي منطقه الفور ارم، منطقه اللور ليج اللي هو عندنا، شوف doesn't affect الابر ارم اللي هو البروكسيمال ليم الابر ليج او الترانك. لو جالك افكشن دي اللي هو مواصفات في الابر ارم والابر ليج والترانك، ده بتاع الديفيوز اسكليروديرما، ديفيوز سيستميك سكليروز، عشان كده نركز ان احنا نعملهم كمقارنه.
الاسوسيشن هنا اسوسييتد مع الاوتو انتي بودي اللي هو الانتي سنترومير انتي بودي، على عكس السيستميك سكليروزس اسوسيشن مع اللي هو الانتي سكيل 70 انتي بودي. فهنا الانتي سنترومير مين؟ انتي سنترومير انتي بودي بتاع الجلد او بتاع الليميتد ده اسوسيشن مع اللي هو الكريست سيندروم اللي هو في الكالسينوزس في الريانود في الاسوفيجيال ديسموتيليتي، ودي من الحاجات الخطر. عيانين السكيلوروديرما ممكن يدخلوا في هايبوكسيا، ممكن يدخلوا في اعراض عندنا بسبب مين؟ بسبب اللي هو المشاكل اللي بتأثر على الأبر واي واللي بتأثر على القناة الهضمية وبتأثر على الأوسيفيجاس. فالعيانين دولت مش هيعرفوا ياكلوا، بيحصل عندهم حاجة اسمها الديسفيجيا، وديت من الحاجات الخطر اللي احنا نعرفها في موضوع السكليرو مين؟ السكليروديرما. بعد كده الكريستال اس سكليرو داكتايل والتلانجكتيزيا عندنا. طيب نركز كده، ليه العيان ده؟ شوف الموست كومن كوز، ليه العيان بيدخل في ديسفيجيا؟ لان احنا لسه قايلين انا عندي العيان ده الاوسوفيجاس في موتيليتي، فنتيجه اللي هو الفايبروبلاست لما بتتراكم فبتعمل فايبروزس بتعمل سكليروزس، فبالتالي ما بيقدرش يحصل موتيليتي، فبيحصل في ديس موتيليتي هتؤدي الى اتروفي وهتؤدي الى ايه؟ فايبروزس. الحاجه اللي بعد كده البلمونري هايبرتنشن. البلمونري هايبرتنشن ديت مور كومن ليت كومبليكيشن في الكريست سندروم. نفتكر ان احنا في الريانود خاصه اللي بيكون معرض للجنجرين بندي فيه اليوبروست، والريانود ممكن يجي بعد كده بسيستيميك سكلوروزيس، والسيستيميك سكلوروزيس ده بيحصل كومبليكيشن بلمونري هايبرتنشن، فيعتبر مور كومن ليد كومبليكيشن في اللي هو بالمونري مين؟ بالمونري هايبرتنشن. وعيانين ركز بقى، الحاجات دي من الحاجات المهمه، الموست كومن كوز اللي هو الديس في عيانين السكليروديرما اللي هو البالمونري مين؟ بالمونري هايبرتنشن. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا بالمونري هايبرتنشن. الحاجه اللي بعد كده المال ابزوربشن برضه بتيجي في الامتحان. العيان ده عنده مشكله في القناه الهضميه، فالانفولفمنت بتاع الجي اي تي الديسموتيليتي بتاعتنا للقناه الهضميه، الفايبروزس والانفلتريشن بتاع الانتستاينال وول، فبالتالي الانتستاينال وول والفيلاي اللي فيه اتدمرت وحصل فايبروزس، فبالتالي مش هيحصل امتصاص. فيحصل ايه؟ يحصل مال ابزوربشن. المال ابزوربشن اللي هو بسبب افكشن للجي اي تي من بدايتها لنهايتها. فركز كده، المال ابزوربشن ممكن ياثر في الديفيوز والليميتد كوتينوس فورم عندنا. يبقى احنا عندنا الكومبليكيشن نجمعها، موست كومن ليد كومبليكيشن ولا بتؤدي الى الوفاه اللي هو البالمونري مين؟ بالمونري هايبرتنشن. الحاجه اللي بعد كده العيانين دولت ممكن يكون عندهم ديسفيجيا اللي هو اوسوفيجيال ديسموتيليتي. العيانين دولت ممكن يكون عندهم ايه؟ ممكن يكون عندهم مال ابزوربشن. سبب المال ابزوربشن من الديسموتيليتي من الانفلتريشن والفايبروزس، فبالتالي ما بقاش في حركه اللي هو الامعاء، بقى في انفلتريشن للوول بتاع الامعاء بالفايبرس تيشو، فبالتالي ما فيش ديسموتيليتي. فالديسموتيليتي في الاوسيفجاس وفي اللي هو الانتستاينال وول ككل، فبيعمل ايه؟ بيعمل مال ابزوربشن. المال ابزوربشن والمال نيوتريشن ده ممكن يؤدي الى جاستريك امتنج از ديليد. ما هو الاكل اللي نزل في المعده نتيجه ما فيش موتيليتي، فالاكل هيفضل موجود فمش هيتفضى ويروح الامعاء. فالجاستريك امتنج ديليد في حوالي 10 ل 75% من الناس دول. في الحالة ديت بندي حاجة اسمها بروكاينيتك، بندي حاجة تزود الموتيليتي. الحاجات اللي بتزود الموتيليتي زي الجاستريج والموتيليوم والكلام ده اللي هو ميتوكلوبروميد، فهندي العيانين دولت ميتوكلوبروميد. وبرضه في نوع من المضادات الحيوية الاريثروميسين اللي هو الزيسرون والكلام ده ليه بروكاينوتيك افكت. الاريثروميسين قال له واحد هيقول ازاي الاريثروميسين كانتي بايوتيك اللي احنا بنكتبه الزيسروماكس والكلام ده ممكن يستخدم في المال ابزوربشن؟
لان ليه بروكاينيتك مين بيكون ليه بروكاينيتك افكت. فبعض العيانين اللي ممكن ياخدوا اريثروميسين ممكن بيجي لهم دايريا نتيجه زياده اللي هو الموتيليتي. فالعيانين هنا في ديسموتيليتي، في افكشن للموتيليتي، فبنديهم حاجه تزود الموتيليتي زي الميتكلوبروميد وزي مين، زي اللي هو موضوع الاريثروميسين. الحاجه اللي بعد كده، نتيجه ان الامعاء دلوقتي ما بتتحركش، السمول باول دلوقتي فيها ريديوسد الموتيليتي، فبالتالي ممكن تكون مخبأ للي هو البكتيريا، فممكن يحصل بريديسبوزيشن للبكتيريا الاوفر جروس. وفي الحاله دي بندي العيان ايه؟ بندي العيان مترو نيلازول، ندي العيان مترو نيلازول. الحاجه اللي بعد كده، شوف بيقول لك ذا كونتريبيوز تو ذا مال ابزوربشن، ممكن يكون اسوسييتد مع ايه؟ بانكرياتيك انسفشنسي. ما هو البانكرياتيك انسفشنسي بيعمل فات، برضه فات مال ابزوربشن عندنا. الليميتد فورم بتاعتي قلناها في موضوع الكريستال كالسينوزس. الحاجه اللي بعد كده، ديبوزيشن اوف الكالسيوم في السكين، الال ريانود فينومينا، فازو سبازم نتيجه الكولد او الاستريس، الاي اللي هي عباره عن الاسوفيجيال ديسموتيليتي، فممكن يحصل ديسفيجيا وريفلكس جيرد والكلام ده، الاس اللي هو السكليرودكتايل، السكليرودكتايل اللي هو السيكننج وتايتنج للسكين بتاع الفينجر ومين، واللي هو الهاند. فالسيكنينج يبقى سيكنينج من سكليروزس سكليرو داكتايل. اما الانفلاميشن في الفينجر بتاعت الهاند بسميه داكتايلايتس، واحنا اخدناها في كام موضوع هنا. التلانجكتيزيا هنا دايلاتيشن دي الفينجرز بتاعت مين؟ بتاعت السكان. نيجي للموضوع بتاع الديفيوز، احنا قلنا الموست كومن هو الليميتد، فالديفيوز ليس كومن. الليميتد كان بيحصل في الفيس واللي هو الديستال ديستال ليمب، اما هنا نركز كده افكتد ترانك والبروكسيمال ليمب عندنا، ولكن ممكن ياثر على الفيس، ولكن الكومن في موضوع الفيس هو الليميتد. شوف السكين اريا انفولف اللي هو الابر ارم، الابر ليج اللي هي منطقه الساي، واللي هو الجزء بتاع الترانك. قلنا في الليميتد انتي سنترومير انتي بوديز، هنا الاسوسيشن مع السكيل 70 انتي بودي، والسكيل 70 ده هناخد ليه اسم تاني علشان لو ما جاش ليك السكيل 70 انتي بودي، لكن ده اللي بيبقى مشهور في الامتحان بيه. العيانين دولت عندهم بالمونري هايبر تنشن، لانج فايبروزس، رينال انفولفمنت زي غيره. طيب بيقول لك البالمونري انفولفمنت ذا سكند كومنست اورجان انفولفمنت افتر اللي هو الاوسوفيجيال ديزيز اند از ذا ليدنج كوز اوف الديث. قصده البالمونري انفولفمنت هو الليدنج كوز اوف الديث، هو السكند اورجان انفولفمنت زيه زي اللي هو الليميتد. قلنا في الليميتد الاسوفيجيال ديس موتيليتي، قلنا بعد كده البالمونري هايبر تنشن ده ليد كومبليكيشن، وبعد كده قلنا السبب بتاع الوفاه. هنا نفس الفكره، الليدنج كوز اوف الديس اللي هو البالمونري انفولفمنت. الحاجه اللي بعد كده، العيانين اللي بيكون عندهم سكيل 70، عشان كده بسميها سكيل 70 علشان 70% من الكيزز بيكون عندهم بالمونري فايبروزس. فالاوتو انتي بوديز ده اللي هو السكيل 70 انتي بودي ده ليه دور في موضوع البالمونري انفولفمنت وموضوع مين البالمونري فايبروزس. عشان كده ما كناش بنقول في الليميتد فورم موضوع البالمونري فايبروزس، كنا بنقول البالمونري هايبرتنشن. لكن في هنا بالمونري فايبروزس 70% منه اسوسييتد مع اللي هو الانتي بودي ده. اصلا السكيل 70 انتي بودي ده بيزود الريسك بتاع مين؟ السيفير انترستيشال لانج ديزيز. هو السيفير انترستيشال لانج ديزيز اللي هو اللانج مين؟ اللانج فايبروزس. طيب بيقول لك ايه بقى، نركز كده، ريديوسد ديستربد ليفل اوف الكونشوس ليفل، او اللي هو الديستربد ليفل اوف الكونشوس ليفل، العيان اللي السكور بتاعه هيقع، ده تعتبر ايرليست ساين اوف البالمونري ديزيز في السيستميك سكلورولز. جات لنا مره في اللي هو الموضوع ده بتاع الطوارئ، العيان الساتوريشن بتاعها كان واقع، فكان في بالمونري افكشن، فبالتالي بندي للعيان ده نديله اكسجين ونمانج اللي هو بسرعه قبل ما يموت منه. الحاجه اللي بعد كده، الديفيوز كوتينوس سيستميك سكلوروزس ممكن يؤدي الى حاجه اسمها سكليروديرما رينال كرايسيس، واذا ذكر السكليروديرما رينال كرايسيس ذكر الايس انهيبيتور.
بيقول لك معلومه هناخدها دلوقتي، ان الايس انهبيتور ما بيتاخدش في الاي كي اي. العيان اللي عنده اي كي اي اوقف له الايس، فبالتالي الحاله الوحيده اللي العيان يكون في رينال كرايسيس داخل في اي كي اي بسبب السيستميك سكلروز واديله الايس، هو عيان مين؟ عيان السكليرودرما رينال كرايسيس عندنا. بقول لك السكليرودرما رينال كرايسيس ده رابيد اونست رينال فيلير. قال لها رابيد اونست رينال فيلير وتدي العيان اس، ادي العيان اس، لان الاس هيحاول ينزل الضغط شويه، لان العيان ده بيكون عنده مالجنانت هايبر تنشن. مالجنانت هايبر تنشن الضغط في السماء 250 230 على 130 ولا حاجه، فده مالجنانت هايبر تنشن، وهيحصل معاه كومبليكيشن، سواء هيضرب الكليه سواء هيحصل منه بابليديما وهيموريج والكلام ده كله. فلازم ان احنا ننزل ضغط العيان. الحاله الوحيده اللي العيان في سكليرودرما رينال كرايسيس ونديله ايه؟ نديله ايس انهيبيتور. الاذر فاكتورز ممكن يكون عندي ايه؟ هيموليتيك انيميا، كان عندي اللي هو فلويد اوفرلود وهكذا. شوف بقى التريتمنت انفولف ستارتنج ايس انهيبيتور. الله، سكليرودرما رينال كرايسيس رابيد اونست رينال فيلير، وندي العيان ده اس انهبيتور. ندي العيان ده اس انهبيتور. السكليرودرما انا عندي بقى سكليرودرما وزود انترنال اورجان انفولفمنت. السكليرودرما هنا التايتنج فايبروزس للسكين بس، وديت ممكن يكون في بليك او مورفيا عندنا في اللي هو التشخيص. شوف العيانين دولت، العيانين دولت بنشوف الصوره ديت تيبيكال كده. العيان ده الجلد بتاعه كله هاردنينج، بتلاقيه عارف انت زي المشقق كده من كتر الهاردنينج بتاعه، لدرجه العيان ده ما بيعرفش ياكل، هيدخل فيه اللي هو مال ابزوربشن سندروم وغيرها من المشاكل، ما بيعرفش يضحك عندنا علشان الجلد كله مشدود عندنا. طيب نركز كده على الانتي بودي. الانا بوزيتيف بنسبه 90%، لما كنا نتكلم عن الاس ال اي قلنا الانا بوزيتيف بنسبه 99%، فكان هو عباره عن هاي نيجاتيف بريدكتيف تيست، كان عباره عن هاي سنسيتيفيتي. وكنا اتكلمنا في الموضوع ده، قلنا لو عيان نوت افوردبل ليه اللي هو الريكويست بتاع التحاليل، ممكن نعمله في الاول اللي هو الانا. لو الانا بوزيتيف نعمله باقي التحاليل السبيسيفيك، لو الانا نيجاتيف نستبعد بي اللي هو السيستميك لوبس. هنا الانا في الاس اس اللي هو سيستميك سكلوروز بيكون 90%، وبالتالي برضو ده هاي سنسيتيفيتي. هاي سنسيتيفيتي 90% من الناس يعني حاجه تتاخد في الاعتبار، فبالتالي لو لقيت التيست نيجاتيف كونسيدر ندور على الترناتيف دايجنوزيس. فموضوع الانا ده بنستخدمه كتير في الامراض المناعيه، وخاصه في الاس ال اي وي اللي هو السيستميك لوبس اريثروماتوز. الحاجه اللي بعد كده اتكلمنا عن الليميتد او سنترال كوتينوس، كان في اللي هو الانتي سنترومير انتي بودي بتيجي في الامتحان. اتكلمنا عن الديفيوز، ده كان في انتي سكيل 70 انتي بودي، والانتي سكيل 70 ده اسمه الثاني انتي توبو ايزوميريز 1 انتي بودي، عشان لو جات لك في الامتحان. فهو انتي توبو ايزوميريز 1 انتي بودي، وقلت لك 70 عشان في 70% من الناس دولت عندهم بالمونري فايبروزيس، 70% من الناس دولت بيكون عندهم سيفير انترستيشال لانج. مين سيفير انترستيشال لانج ديزيز؟ فالانتي سكيل 70 بسميه الانتي توبو ايزوميريز 1 انتي مين انتي بودي. نيجي لي نوع تاني من الانتي بوديز بسميه انتي ار ان اي بوليميريز 3، انتي ار ان اي بوليميريز 3 انتي بودي. ده بيكون موجود في الديفيوز، نركز كده، موجود في الديفيوز وبيكون رابيدلي بروجريسيف سكين انفولفمنت، بيزود الريسك بتاع السكليرودرما رينال كرايسيس، بيزود الريسك بتاع اللي هو الكانسر. فاحنا دلوقتي في الديفيوز فورم عندنا نوعين من الانتي بوديز يا شباب. نوعين الانتي بوديز عباره عن ايه؟ عباره عن واحد الانتي سكيل 70 انتي بودي، السكيل 70 انتي بودي اللي اسمه انتي توبو ايزوميريز 1 انتي بودي، ده ليه علاقه بالسيفير انترستيشيال لانج ديزيز. النوع الثاني من الانتي بودي اللي هو الانتي ار ان اي بوليميريز 3، وده ليه علاقه بالرينال كرايسيس، ليه علاقه بالسكين انفولفمنت، ليه علاقه بالكانسر، ليه علاقه بالسكليرودرما رينال كرايسيس. فاحنا عندنا نوعين من الانتي بوديز، نوعين من الانتي بوديز، الانتي سكيل 70 بتاع اللي هو الفايبروزيس والانترستيشال لانج ديزيز،
الانتي ار ان اي بوليميريز 3 ده بتاع ثلاث حاجات: السكليرودرما رينال كرايسيس اللي هو البروجريسيف سكين افكشن، حاجه ثانيه انكريز الريسك بتاع مين؟ انكريز الريسك بتاع الكانسر. فلا ننسى الانتي سكيل 70 ده اسمه الثاني انتي توبو ايزوميريز 1 انتي بودي، الانتي ار ان اي بوليميريز 3. نفتكر ان احنا عندي انتي ار ان بي، فاحنا عندنا ارنب انتي ار ان بي ده في الموكيت الميكسد كونكتيف تيشو ديزيز، وعندي اللي هو انتي ار ان اي بوليميريز، انتي اللي هو انتي ار ان اي، يبقى انتي ار ان اي رانا انتي ار ان اي بوليميريز 3 ده بيكون موجود فين؟ في اللي هو الديفيوز فورم. العلاج بتاع ده مرض مناعي، بندي العيانين دولت ميزوتريكسيد، كذلك الاورجان سبيسيفيك سيرب، العيان اللي عنده جرد بسبب الاسوفيجيال ديسموتيلتي نديله بي بي اي. نركز على المعلومه ديت بقى، رينال كرايسيس، رينال كرايسيس ندي ايس، عيانين الرينال كرايسيس دولت مشهور معاهم الانتي ار ان اي بوليميريز 3، عيانين الرينال كرايسيس دولت بيكون عندهم ايس انهبيتور، بيكون عندهم ضغط عالي فبنديهم ايس انهبيتور. فنركز كده، الرينال كرايسيس مسؤول او جاي من الاكيوت رينال فاسكيولوباسي مع هايبر رينينيميا نوت جلوميريولو نيفرايتس. فنركز كده، العيانين دولت ليه بندي فيهم ايس؟ علشان الرينين عالي والايس بيقفل على المسار السيستم كله، سيستم الرينين انجيوتنسن الدستيرون سيستم. فهنا الرينال كرايسيس مش بسبب جلوميريولار ديزيز، مش بسبب اللي هو جلوميريولو نيفرايتس، ولكن بسبب ايه؟ بسبب هايبر رينينيميا، بسبب فاسكيولوباسي، بسبب مشكله عملت فازو كونستريكشن اللي هو الرينال فيسلز، فبالتالي طلعت مين؟ طلعت اللي هو عملت ستيميوليشن للجاكستا جلوميريولار اباريتس فطلعت الرينين، فحصل هايبر رينينيميا. فبيقول لك ايه بقى؟ الايس انهبيتور از اكيوت سيتنج امبروف لونج تيرم سيرفايفل. الايس انهبيتور من الحاجات اللي هتخلي العيان يطول معايا شويه، هتقلل اللي هو البروجريشن بتاع اللي هو الديزيز عندنا. الحاجه اللي بعد كده، العيانين دولت مش بسبب جلوميريولار ديزيز نوت جلوميريولونيفرايتس، فمع الايس انهبيتور انا بستخدمه كارينو بروتكتيف، علشان يعني خلال سنتين بيحصل امبروفمنت، شوف امبروفمنت للرينال فانكشن قبل اب تو سنتين بعد مين؟ بعد الكرايسيس. الحاجه اللي بعد كده، الانترستيشال لانج ديزيز، اتكلمنا عن الانترستيشال لانج ديزيز وقلنا ده بسبب اللي هو الانتي ار ان اي بوليميريز 3، ده بسبب اللي هو الانتي توبو ايزوميريز 1 اللي هو عباره عن انتي سكيل 70 انتي بودي. فعيانين الفايبروزس الانترستيشال لانج ديزيز بندي فيها سايكلوفوسفامايد، عيانين اللي هو الانترستيشال لانج ديزيز بنديهم سايكلو ايه؟ بنديهم سايكلوفوسفامايد. السايكلوفوسفامايد لو احنا مش عارفين نجيبه او مش عارفين نستخدمه، بندي اللي هو الازيسيوبرين كمينتنت ثيرابي بعد مين؟ بعد اللي هو السايكلوفوسفامايد عندنا. البروجنوزس اليورين اند الالكترولايت لها كوريشيال رود وذ ريسبكت تو ديترمايننج البروجنوزس، علشان نشوف العيان ده هل دخل في مشاكل او رينال كرايسيس ولا لا. فالموست امبورتنت انيشال انفستيجيشن عشان احدد اللي هو البيشنت اوت لوك ان احنا نعمل له يوريا ومين؟ يوريا وي اللي هو الكترولايت. موضوع الاسكليرودرما رينال كرايسيس ملخص هو عباره عن احد الميجور كومبليكيشن بتاع الديفيوز سيستميك سكليروزس، هو عباره عن سيفير اند لايف ثريتنج رينال ديزيز، بيحصل في 10 ل 15% من البيشن. الحاجه الثانيه ده نتيجه فاسكولوباسي نوت جلوميريولو نيفرايتس، العيان ده في سيفير مالجنانت هايبرتنشن، الدايستوليك بلاد بريشر معدي ال 100 وبيكون معاه جريد 3 او جريد 4 هايبرتنشن ريتينوباسي، في بابليديما طبعا، وفي رابيد ديتيريوريشن للرينال فانكشن وهارت فيلير. العيان ده مالجنانت هايبرتنشن، هيديك، في بابليديما، في بلارنج اوف فيجن، في اللي هو فيتس، ممكن يكون داخل في تشنجات، ممكن يكون داخل في هارت فيلير. كذلك العيانين دولت بيكون عندهم ثرومبوسيتوبينيا وبيكون عندهم مايكرو انجيوباسيك هيموليسيس. اول حاجه في العلاج، علاج الهايبرتنشن الايس انهبيتور، وممكن نزود عليه كالسيوم شانل بلوكر.
شوف بيقول لك ايه، جنرالي احنا بنتجنب الايس في اغلب الحالات بتاعت الاكيوت رينال فيلير الاي كيو ار، ولكن اكسبشن سيستميك سكليروزس اللي هو سكليروديرما رينال كرايسيس يعتبر اكسبشن علشان ايه، علشان نستخدمه عندنا. ممكن العيان ده يلجأ لرينال كرايس رينال دايلسيس، ممكن العيانين دول ندي فيهم ايه انظر انتي هايبرتنسيف شديد زي الميتالول او النيتروبروسايد، لو هيحصل ايه هيحصل افكشن للكليه وتدخل في اللي هو الاي تي ام. المورفيا او اللوكالايزد سكليروديرما زي ما احنا شايفين الصوره ديت، لوكالايزد سكليروديرما او اللي هو المورفيا ده بسبب اللي هو الفايبروبلاست او الاكسسيف كولاجين ديبوزيشن والفايبروزيس، بيكون اللي هو الانواع بتاعت، نركز كده الانواع بتاعت، يا اما السيركم سكرايبد مورفيا ديت الكومانست، او ممكن تكون جنرالايزد مورفيا، او ممكن تكون لينير مورفيا، او بان سكليروتيك مين بان سكليروتيك مورفيا. في موضوع اللوكالايزد سكليروديرما، اللوكالايزد ده اللي يهمني فيه، نركز كده اللي يهمني فيه الانتي بودي اللي هو الانتي بودي بتاع المورفيا، افتكر انتي اللي هو السي يو على الزنك سوبر اوكسيد ديسمكتيز انتي بودي، ده موجود في 90%، وده مهم عندنا ان احنا ايه، ان احنا نعرفه اللي هو الانتي سي يو انتي كبر زنك سوبر اوكسيد ديس ميوتيز مين ديس ميوتيز انتي مين انتي بودي. بريفرال ايزينوفيليا، ونركز على موضوع البريفرال ايزينوفيليا، الايزينوفيليا دي بتكون موجوده في بعض الديزيز، منها موضوع اللي هو الكوليسترول امبولاي، والكوليسترول امبولاي كان بيكون فيه برضو راش، الكوليسترول امبولاي فيه راش في ليفيدو ريتيكولاريس، كذلك في ايزينوفيليا وايزوفينو ايزوفين في اللي هو اليورين. هنا في بريفرال ايزينوفيليا، في هايبر جاما جلوبينيميا، اهم حاجه الانتي سي يو زد ان سوبر اوكسايد ديسميوتيز مين ديسميوتيز انتي بودي. العلاجات دي مشكله خاصه بالسكين، دي تاكروليماس اللي هو تدي دهانات الكلام ده، ممكن تدي ايه كومباينيشن من البريدنسولون والميثوتريكسين وهكذا في اللي هو الموضوع. تعالى بقى ندخل على موضوع جديد اللي هو البولي مايالجيا روماتيكا. البولي مايالجيا ايه؟ البولي مايالجيا روماتيكا، البوليمايالجيا روماتيكا ديت بيكون اسوسيشن مع الجاينت سيل ارترايتس. البوليمايالجيا روماتيكا بتكون اسوسيشن مع التيمبورال ارترايتس في حوالي 30% من البيشنت، بيكون عندهم جاينت سيل ارترايتس اللي هي عباره عن تيمبورال مين تيمبورال ارترايتس. ولما اتكلمنا عن التيمبورال ارترايتس قلنا نيفر ان هو يجي قبل سن ال 50، بيكون الايج بتاعه من حوالي 50 ل 70 سنه. الحاجه الثانيه قلنا التيمبورال ارترايتس الشهيره في الفيميل، بيكون العيانين دول عندهم صداع وخاصه في المنطقه بتاعت التيمبل، بيكون عندهم تاثير على العينين، والعيان ده لو ما اتلحقش هيدخل في بيرمننت بلايندنس لو ما اتلحقش. الديفينيتيف انفستيجيشن ان احنا ناخد تيمبورال بايوبسي، ولكن للاسف البايوبسي ديت بتكون فيها 50% نيجاتيف، علشان اللي هو التيمبورال ارترايتس سكيب ليجن بياخد مناطق وبيسيب مناطق عامل زي السبحه كده، منطقه وبيسيب منطقه، فالمفروض ان احنا ناخد بايوبسي كبيره شويه 3 ل 5 سم، وحتى لو البايوبسي طلعت نيجاتيف هنتعامل بالكلينيكال ان هو عباره عن تيمبورال ارترايتس، نديله بالس استرويد، نديله استرويد بجرعات عاليه علشان ايه، علشان نتجنب او نمنع الامرجنس اللي ممكن يدخل فيها ويدخل فيه اللي هو بلايندنس. طيب الجاينت سيل ارترايتس بيكون معاها مين اللي هو البوليمايالجيا روماتيكا، احنا عندنا الجاينت سيل ارترايتس معاها مين، معاها البوليمايالجيا روماتيكا، افتكر اللي هو الجاسة اللي هو افتكر اللي هو الجاسة الجاسة عامل ايه، جاسة اللي هو افتكر بيمر بمر. الحاجة اللي بعد كده ده عبارة عن مين؟ ده عبارة عن اسوسيشن مع فاسكولايتس مع جاينت سيل، عشان كده الاتنين مع بعض، هنا جاينت سيل ارترايتس والبوليمايالجيا روماتيكا بيكون فيها فاسكولايتس مع مين؟ مع جاينت سيل. شوف بيتميز بالسكيم السكيب سيكشن السكيب سيكشن، وبالتالي ممكن البيوبس اللي عندنا تدخل في ايه؟ تدخل في نيجاتيفيتي او فولس نيجاتيف مين؟
تيست. بقول لك الماسل بيد ارترز افكتد موست ان مين، ان اللي هو مين، بولي مايالجيا روماتيكا. زي ما اللي هو التيمبورال ارترايتس بيجي في السن اكبر من 50 سنه، نيفر قبل ال 50، وطالما البولي مايالجيا بتيجي معاه فهي برضه كومنست في الايدج اللي هو من ال 50 للاولدر. زي ما قلنا ان هي بتيجي في اللي هو الفيميل برضه ديت، يبقى تيجي البولي مايالجيا روماتيكا بتيجي فين؟ بتيجي في اللي هو الفيميل. يبقى ركز كده، التيبيكال ايدج اهو اكتر من 60 سنه، شوف فيري ريرلي سين ان ذا اندر 50، ودي كانت مكتوبه برضو في الجاينت سيل ارترايتس، يقول لك ما بتجيش نيفر في اقل من 50 سنه. رابيد اونست 1 مانس ولا حاجه. طيب هنا في البولي مايالجيا روماتيكا الافكشن بيكون للجيردل، نركز كده، الافكشن بيكون للجيردل ماسل. احنا عندنا نوعين من الجيرد المصل، عندنا بتاعت الشولدر جيردل وعندنا بتاعت البلفيك جيردل. فتيبيكال الناس دولت بولي مالجيا روماتيكا بيكون عندهم بين، بيكون عندهم ستيفنس في اللي هو الشولدر والبلفيك جيردل مصل. حاجة تانية بسميهم بولي مايالجيا روماتيكا، الديزيز نفسه ما فيش فيه اي تي اي اس، فالديزيز نفسه ما فيش فيه التهابات، نركز على الكلام ده. الديزيز نفسه ايه؟ بولي مايالجيا روماتيكا، الديزيز نفسه مفيش فيه التهاب، ومع ذلك بيكون عند الاي اس ار اكتر من 40 ملي متر في الاور. طيب نركز كده، يبقى احنا عندنا البين والستيفنس في الشولدر والبلفيك جيردل ماسلز، اللي هو عندي المورنينج ستيفنس، ما هو الشولدر ده بروكسيمال ماسل، نركز كده، اللي هو ستيفنس في البروكسيمال لمب ماسل نوت ويكنس. فاحنا عندنا ستيفنس نوت ويكنس، البين اند ماسل ستيفنس وورس ان ذا مورنينج، فهو عباره عن ايه؟ البين واللي هو الماسل ويستنج وورس ان ذا مورنينج. فالبولي مايالجيا روماتيكا الاسم بتاعها ما فيش اي تي اي اس، فانت هتقول ان هو ما فيش التهابات، لكن هتلاقي في الاي اس ار عالي، هتلاقي في موضوع المورنينج ستيفنس والبين والماسل ستيفنس فين؟ في اللي هو المورنينج. هتلاقي في العيانين ده سيستميك مانيفستيشن، فاهم، فيفر، لو جريد فيفر، الكلام ده بيكون فيه ويت لوس، بيكون فيه ديبريشن، فنركز على الكلام ده. فاللي هو هاي اي اس ار برومبوت ايميديت تريتمنت ويز ستيرويد. قال له هو موضوع الاي اس ار ده ليه حطيناه هنا؟ ده قلنا البولي مايالجيا روماتيكا مصحوبه او صاحبه مين؟ صاحبه الجاينت سيل ارترايتس. كنا في الجاينت سيل ارترايتس ممكن نشخص العيان مبدئيا عن طريق اليفيتد اي اس ار، الاي اس ار بيكون عالي برضو. طالما الاثنين صحاب فاحنا هنا هنلاقي نعمل اول حاجه البيست انيشيال او النيكست بيست انفستيجيشن، نعمله الاي اس ار، هنلاقيه عالي. لقيت الاي اس ار عالي تبدا استرويد على طول. بيكون عنده اللي هو السي ار بي عالي، الالكالين فوسفاتيز عالي، اللي هو شوف نوت سي كي، نوت سي كي اند الاي ام جي ار نورمال. احنا لسه قايلين هنا ما فيش التهابات في المصل، احنا لسه قايلين البولي مايالجيا روماتيكا ما فيش التهاب في المصل، لان التهاب المصل هيطلع لي الكرياتين كاينيز، فهنا الكرياتين كاينيز نورمال والاي ام جي نورمال. فالعيان اللي عنده الاي اس ار عالي والكرياتين كاينيز والاي ام جي نورمال ده بولي مايالجيا روماتيكا، بولي مايالجيا ايه؟ روماتيكا. الديفرنشال دايجنوزيس قلنا اهو الاثنين بيجوا مع بعض. الحاجه اللي بعد كده في اللي هو الجاينت سيل ارترايتس بيكون في كرينيال سيمتوم، الهيريك وخاصه الجوج لوديكيشن السيستميك سيمتومز، يبقى الثلاثه دول هيريك جوك لوديكيشن الفيجن سيمتومز، دولت كلهم بيكونوا في الجاينت سيل ارترايتس ومش موجودين في البولي مايالجيا روماتيكا. يبقى الهيديك الجوك لوديكيشن الفيجن مين؟ الفيجن سيمتومز. بنعالج العيان ببريدنسولون 15 مللي جرام وانس في الدي دراماتيك ريسبونس، لدرجه ان العيان لو ما استجابش يدور على تشخيص تاني. بقول لك الريسبونس تو مودريت دوز اوف الاستيرويد كان بي هيلبفول في الدياجنوزيس بتاع البولي مايالجيا روماتيكا. انت شخصت العيان بولي مايالجيا روماتيكا، لو اديت للعيان ده بريدنسولون 15 مللي جرام في الدي ولقيته اتحسن، فده بيأكد مين؟ بيأكد اللي هو الدياجنوزيس بتاعك. لو حبيت تزود الجرعه في اخرك نوت اكسيد اللي هو ال 20 مللي جرام وانس فين؟ وانس في اللي هو الدي. واغلب العيانين دول 70% بيحصل امبروفمنت خلال شهر ولا حاجه من بدايه مين؟ من بدايه اللي هو العلاج بتاعنا.
بقول لك ايه الكالسيوم وفيتامين دي شود بي انيشيتد، يركز كده، الكالسيوم وفيتامين دي سبلمنتيشن انيشيتد فور اول بيشنت ويز البوليمايالجيا روماتيكا، اللي هم ماشيين على مين؟ كورتيكوستيرويد ثيرابي. يبقى الكورتيكوستيرويد ثيرابي ندي العيان ده كالسيوم، واللي هو عشان بيأثر على العظم ندي العيان ده كالسيوم فيتامين دي، كذلك ندي له باي فوسفونيت اللي هو علشان لو العيان ده هياخد لونج تيرم ستيرويد، مين؟ لونج تيرم ستيرويد ثيرابي. لكن في المعتاد اللونج تيرم ستيرويد ثيرابي بنركز كده، اللي هو لو انا عندي في موضوع الباي فوسفونيت 7.5، او اللي في موضوع الاستيرويد 7.5 مللي جرام من البريدنسولون في اليوم لمده 3 شهور او اكتر، العيان اللي بياخد جرعه 15 مللي جرام في اليوم المفروض يتحسن بعد شهر واعمل تابرنج. لو انا هطول 15 مللي جرام اصلا في شهر زي حوالي 7.5 مللي جرام خلال 3 شهور، يعني الموضوع ده مطول شويه، فندي العيان ده ايه؟ بون بروتكشن باي فوسفونيت. الحاجه الثانيه اهو البيشنت اكسبكت، ركز كده، الاكسبكت ان هو يحصل ريليف، ما احنا لسه قايلين البريدنسولون دراماتيك ريسبونس، الدراماتيك ريسبونس في 24 ل 72 ساعه. يقول لك one of the best tests for polymyalgia rheumatica ان احنا نشوف الريسبونس للكورتيكوستيرويد ثيرابي. يعني نشوف الريسبونس للكورتيكوستيرويد ثيرابي المفروض يحصل دراماتيك ريسبونس خلال يوم لثلاث ايام، ما فيش ريسبونس كونسيدر انذر ايه؟ كونسيدر انذر دايجنوزيس علشان نحطه في الاعتبارات بتاعتنا. التابرنج بقى نسحب اللي هو الدوز ازاي؟ جنرال اللي احنا هنقلل من 1 ل 2.5 مللي جرام كل اسبوع او اسبوعين لحد ما ايه؟ لحد ما نوقف مين؟ لحد شوف حوالي 50 ل 75% من البيشنت بيوقفوا الكورتيكوستيرويد ثيرابي بعد حوالي سنتين. فطالما العيان ماشي على لونج تيرم ستيرويد ثيرابي المفروض ان احنا هندي معاه البايفوسفونيت، ندي معاه الكالسيوم، ندي معاه فيتامين دي. انت تلجأ للميثوتريكسيت والازيسيوبريلا هو مش مستجيب على البريدنسولون اوف ذا سيمبتوم ريلابسد وين ذا دوز اوف البريدنسولون هاف بين ريديوسد. يعني لو انت العيان استجاب معاك على البريدنسولون وجيت تسحب الجرعه، جيت تقلل الجرعه، ايه اللي حصل؟ لما جيت تقلل الجرعه فبالتالي بدأ يحصل ريلابس للديزيز. في الحاله ديت كونتينيو اكمل على الجرعه اللي انت مشيت عليها الكرنت دوز وزود عليها مين؟ وزود عليها ميزوتريكسين. فركز على الكلام ده، لو السيمتوم ريلابس وين ذا دوز اوف البريدنسولون ريديوز بلو الكرنت دوز، ايه اللي احنا هنعمله؟ نمشي على الكرنت دوز ونزود عليها ايه؟ نزود عليها ميزوتريكسيت. الميزوتريكسيت بيستخدم في الناس اللي مش مستحمله الكورتيكوستيرويد او في حاجه تانية مش مظبوطه في العيان ده زي الريلابسنج بتاع مين؟ السيمتوم مع مين؟ مع اللي هو التابرنج عندنا. فبقول لك از ويز ستيرويد ثيرابي الازيثيوبرين والميثوتريكسيت كان بي ديسكونتينيود اوف ذير از نو سفيشنت ريسبونس. فاحنا زي ما احنا ماشيين وواخدينها ستيب باي ستيب، فالحاجه اللي بتعمل ريسبونس بتكمل عليها، حصل ديكريس في الريسبونس لما عملت تابرنج تدي ميزوتريكسيت او ازيثيوبرين ما لقيتش في استجابه تسحب تاني الميزوتريكسيت واللي هو الازيثيوبرين. البروجنوز شوف رابيد انفولفمنت خلال 24 ل 72 ساعه ويز لو دوز اوف البريدنسولون. اللي دوز بتاعت البريدنسولون اللي هي حوالي كام؟ حوالي 15 مللي جرام في اليوم. واقصى حاجه بالنسبه لك ان انت توصل لكام؟ اقصى حاجه بالنسبه لك ان انت توصل ل 20 مللي جرام في اللي هو اليوم. موضوع التيمبورال ارترايتس او الجانت سيل ارترايتس احنا خدناه قبل البوليمايالجيا روماتيكا. المفروض ان احنا نكون عارفين اغلب اللي احنا بنقوله. البوليمايالجيا روماتيكا قلنا ما فيش فيها الطريات بتاع الهيديك والجوك لوديكيشن والفيجن سيمتر، يبقى خلاص كده انت عرفت ان هو الجاينت سيل ارترايتس فيها الكلام ده. عرفنا في البوليمايالجيا روماتيكا ان هي ما بتجيش اقل من 50 في 50 ل 70 سنه، واللي هو الافريج 60 سنه. ده نفس الكلام اللي هيحصل معاها. هناك بتحصل في الفيميل، هنا برضو نفس الكلام اللي هيحصل في الفيميل. هناك البيست الفيرست انيشال انفستيجيشن الاي اس ار، هنا برضو الاي اس ار بيكون عالي. بقول لك الجاينت سيل ارترايتس بيكون موجوده في الالدري بيشنت مش اقل من 50 سنه، عنده هيديك، عنده اوكيولار او فيجن سيمتوم زي الاكيوت مونوكيولار فيجن لوس، عنده سيستميك سيمتوم، عنده جوك لوديكيشن، عنده هاي اي اس ار تيبيكال زي اللي احنا قلنا.
suspected giant cell arthritis suspected that disease clinical diagnosis emergency شكيت ابدأ جلوكوكورتيكويد immediate نبدأ جلوكوكورتيكويد immediate حتى لو انت لسه ما عملتش diagnostic evaluation وما خدتش temporal artery biopsy. احنا هنبدأ اللي هو الكورتيكوستيرويد سراب وباخد اللي هو البيوبسي بتاعتك عشان تأكد التشخيص بتاعك براحتك ما عندكش اي مشكله. فالتيمبورال ارترايتس اسمها جاينت سيل ارترايتس عباره عن فيها اللارج فيسل فاسكولايتس اوفرلاب او كو اكزيست مع البوليمايالجيا روماتيكا. نركز كده بقى في الهيستولوجي مهم الكلام ده. اسكيب ليجن اسكيب ليجن للافكتد ارتر معنى كده ان البيوبسي اللي ممكن ناخدها تكون نيجاتيف. حتى البيوبسي بتكون نيجاتيف في حوالي 50%. فاحنا ما بنعتمدش على دايجنوزيس ايفالويشن للدايجنوزيس بالبيوبسي والكلام ده. هو عباره عن ديزيز ايمرجنسي عباره عن كلينيكال مين عباره عن كلينيكال ايمرجنسي. وانس سسبكتد جلوكو جاينت سيل ارترايتس ندي جلوكو كورتيكويد ايميدياتلي بدون تفكير علشان تتجنب الفيجوال مين الفيجوال لوس. لسه قايلين ان هو السكس في ميل اكتر من ميل في حوالي 70 سنه او نيفر ريرلي سين اقل من 50 سنه يعني نقول في الستينات للسبعينات. عندنا الفيتشر شوف تيبيكال 60 سنه الريسك فاكتور شوف بيقول لك اولموست نيفر بيفور الايدج اللي عندنا. رابيد اونست اقل من شهر نفس الكلام بتاع البولي مايالجيا روماتيكا. هنا الهيديك بقى نركز على الموضوع هنا الاعراض هيديك الجو كلاوديكيشن في 65% من الناس وده فيري سبيسيفيك ساين فور التيمورال ارترايتس. المعلومه بتاعت الجو كلاوديكيشن ديت مهمه. الجو كان عندي حاجه اسمها اوستيونيكروزس للجو ده كان مع العلاجات بتاعت البون البايفوسفونيت ممكن يحصل زي الزولندرينيك اسيد كان بيحصل معاه اوستيونيكروزس اوف الجو. الليمب كلاوديكيشن اللي هو اللور ليمب كلاوديكيشن ده بيحصل مع البريفرال ارتري ديزيز. الجو كلاوديكيشن بيحصل مع التيمبورال ارترايتس او الجاينت سيل ارترايتس. ليه الهيدك مش مميز برغم ان هو في 85% من الحالات ما في حاجات كتير بيحصل معاها هيدك لكن لقيت هيدك وجو كلاوديكيشن ده خلاص ده بالنسبه لك كتشخيص جاينت سيل ارترايتس. الفيجوال ديستربنس في 50% من الناس ودي اللي بخاف منها من الفيجوال لوس. فدي ده احد الاسباب اللي احنا بنقول ان هو كلينيكال ايمرجنسي علشان هيفقد عينيه لو ما لحقتوش. فالفيجوال ديستربنس السبب بتاعها انتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباس. السبب ده بيجي في الامتحان سبب الفيجوال لوس في التيمبورال ارترايتس اسكيميك اوبتيك نيوروباسي. اسكيميك اوبتيك مين اسكيميك اوبتيك نيوروباسي اسكيميك اوبتيك نيوروباسي اسكيميك اوبتيك نيوروباسي. الحاجه الثانيه هو ديزيز اوف لارج فيسل فاسكولايتس فممكن يحصل انفولفمنت للارج فيسل زي الاورطه وممكن يحصل اورتيك انيوريزم في حوالي 20% من اللي هو الناس اللي عندها. نركز على الطريات بتاع اللي هو الهيديك 85% جو كلاوديكيشن 65% فيجوال سيمتوم او فيجوال ديستربنس ممكن يحصل فيجوال لوس بسبب الانتيريور اسكيميك اوبتيك نيوروباسي عندنا. الانفستيجيشن الريزد اللي هو الانفلاماتوري ماركر الاي اس ار اكتر من 50 في البولي مايالجيا روماتيكا كان اكتر من 40 فنركز كده الاي اس ار اقل من 30 في حوالي 10% من اللي هو البيشن وممكن يكون الاي اس ار نورمال في حوالي 10% برضو من الناس دول. طيب الدايجنوستيك اللي هو الديفينيتيف دايجنوستيك اللي بشخص بيه ديفينيتيف أأكد بيه التشخيص 100% اللي هو التيمبورال ارتري بايوبسي ولكن هي لو سنسيتيفيتي لان 50% من الناس اللي احنا نقدر نكتشف فيهم الموضوع ده بسبب السكيب ليجن. فهو النوت اهو شوف نوت سنسيتيف انف عشان استبعد اللي هو التيمبورال مين التيمبورال ارترايتس. فهو شوف في سكيب ليجن والسكيب ليجن ديت هتضطر ان احنا ناخد بايوبسي كويسه 3 ل 5 سنتي علشان اضمن ان فيها انفلاماتوري ليجن ومع ذلك ممكن يكون في نيجاتيف بايوبسي ارتري تيمبورال ارتري بايوبسي في حوالي 50% من الناس علشان السامبل ممكن ما يكونش فيها البايوبسي. فبالتالي ده طالما السنسيتيف بتاعته 50% فهاي ولا لو سنسيتيف. العلاج على طول اللي هو العلاج ما اقدرش ان انا استنى البيوبسي ان هي اتاكد اعالج على طول علشان الموضوع فيتال الموضوع ايمرجنسي. الكرياتين كايناز والكاينيز والاي ام جي زيه زي البولي مايالجيا روماتيكا بيكونوا ايه
بيكونوا نورمال. فاحنا عندنا الايدج، الايدج اكتر من 50 سنه، نيو اونست لوكاليزد هيديك، تيمبورال ارتري تندرنس او ديكريز بالسيشن في اللي هو تيمبورال ارتري، اي اس ار اكتر من 50، تيمبورال ارتري بايوبسي بوزيتيف. كل ديت احنا محتاجين ثلاثه من الخمسه دولت طبقا للامريكان كوليدج اوف الروماتولوجي علشان نشخص مين التيمورال ارترايتس. ندي العيان ده هاي دوز بريدنسولون، العيان ده هياخد هاي دوز بريدنسولون، ده ريكومندد علشان بيديني دراماتيك ريسبونس زيه زي البوليمايلجيا روماتيكا، الاثنين شبه بعض بيدوني ايه اللي هو الدراماتيك مين دراماتيك ريسبونس. عندنا الانكومبليكيتد جاينت سيل ارترايتس، لو هو uncomplicated الجرعة مهمة 40 ل 60 مللي جرام في الدي، لو هو no joke claudication no tongue claudication no visual symptom بندي هاي دوز من 40 لحوالي 60 مللي جرام. على عكس في اللي هو البوليمايرجيا روماتيكا كنا اقصى حاجة عندنا 20 مللي جرام في اليوم، هنا في ال uncomplicated ندي 60 مللي جرام في اليوم، لكن لو هو complicated visual والكلام ده تدي بقى موضوع مين، تدي موضوع البلس ستيرويد. في اللي هو evolving visual loss history of amaurosis fugus كأن الدنيا اسودت قدامه، ده تدي بالس انترافينوس مثايل بريدنسولون نص الواحد مللي جرام في اليوم لمدة 3 ايام، بعد كده تمشي على اورال زي ما احنا شايفين. طالما في لو هو حصل بالفعل visual loss على الاقل تدي 60 مللي جرام بريدنسولون في اللي هو اليوم اللي عنده. يبقى نركز على الموضوع هو complicated ولا uncomplicated عندنا. حاجة تانية ايرجنت اوفثالموسكوب في نفس اليوم ان ذا سيم دي، العيان ده لازم يشوف اوفثالمولوجيست علشان موضوع الفيجوال، الفيجوال لوس، لان لو حصل فيجوال لوس خلاص كل سنة وانت طيب بيكون ايه، بيكون irreversible. الحاجة التانية احنا طالما ماشيين على اللونج تيرم ستيرويد ثيرابي، الاسطمبة المعتادة تدي البايفوسفونيت، تدي فيتامين دي، ندي اللي هو كالسيوم، كذلك ممكن ندي لو دوز اوف اسبرين عشان تتجنب السيريبرو فاسكولار اكسيدنت اللي ممكن تحصل عند الناس دول. البولي ارثرايتس في الروماتويد، في السيستيميك لوبس، في السيرو نيجاتيف، في الهينو شيلن بيرما، في الساركيولوزس، تيوبركيولوزس، سودو جاود فيرال انفكشن، ايبشتاين بار، اتش اي في، هيباتيتس، مامبس، روبيلا، كل ده كديفرنشال دايجنوز لو عيان جاي ببولي بولي ارثرايتس. نركز ان احنا كتبنا السودو جاود، ما كتبناش الجاود لان الجاود غالبيته مونو ارثرايتس، الجاود بيكون مونو ارثرايتس وخاصه في الفيرست ميتا تارسو فارينجيال جوينت. نركز على الكلام. نيجي الموضوع بعد كده البولي ارترايتس ميدوز، زي ما قلنا الجاينت سيل ارترايتس مصاحبه البولي مايالجيا روماتيكا، البولي ارترايتس ميدوزا مصاحبه الهيباتيتس بي فيروس، يبقى هي مصاحبه مين؟ مصاحبه الهيباتيتس بي فيروس. ونفتكر اذا ذكر البولي اللي هو البولي بولي ارترايتس نيدوزا، افتكر بولي ارترايتس نيدوزا نحط قبلها كلمة ال لبان، فالبولي ارترايتس نيدوزا نوت انفولف اللانج، البولي ارترايتس نيدوزا نوت انفولف اللانج، البولي ارترايتس نيدوزا اسبير لللانج، البولي ارترايتس نيدوزا اسبير لي اللي هو اللانج. الحاجة اللي بعد كده افتكر ايه اللي هو بولي ارترايتس نيدوزا سيستميك فاسكولايتس وفي الميديم سايزد مين، الميديم سايزد مين، الميديم سايزد فيسل. افتكر بولي ارترايتس نيدوزا، افتكر النيدوزا، بولي ارترايتس نيدوزا افتكر على نفس الوزن ميدوزا، عارفين الميدوزا بتاعت اللي هو النيداريا اللي هي اللاسعات، بيكون في عندي اللي هو البوليب والميدوزا، فهنا افتكر بولي ارترايتس نيدوزا هي هي الميدوزا، الميدوزا اللي هي الميديم سايز ديفيسر، فهو عباره عن ديزيز اوف الميديم مين، هو عباره عن ديزيز اوف الميديم سايز دي مين، الميديم سايز ديفيسر بيكون معاه نيكروتايزنج انفلاميشن، النيكروتايزنج انفلاميشن هيؤدي الى انيوريزم، يؤدي الى تيشو سكيميا، فبالتالي في نركز كده هنا النيكريوتايزنج انفلاميشن، النيكريوتايزنج انفلاميشن هتؤدي الى ايه؟ تؤدي الى عباره عن انيوريزمو فورميشن وتيشو مين؟ تيشو اسكيم. الحاجه الثانيه قلنا بيأفكت اني اورجان اكسبت اللنج، هو سبير لللنج، الحاجه ديت الحته ديت مميزه عنه. طبعا هو ديزيز اوف اولد ايج 55 سنه تقريبا، ميل اكتر من فيميل، بولي ارترايتس نيدوزا ميل اكتر منين؟ من اللي هو الفيميل، مور كومن اوف الميدل ايجد مين، الميدل ايجد مين
ده واحد من الديزيز اللي هتنضم للرجاله في الميدل ايدج زي الانكيلوزنج سبونديولايتس وعمك بهجت، ولكن بهجت كان ايه؟ كان برضه في الميدل ايدج حوالي 20 ل 40 سنه. فده عباره عن برضه ديزيز اوف الميدل ايدج بتاع الرجاله، نركز ان هو سبير لمين؟ سبير لي اللي هو اللانج عندنا. هو ديزيز اوف الميديم سايز، ميديم سايز ديفيسل في نوكريوتايزنج انفلاميشن، ركز على اللي هو الحته دي. فهو عباره عن ديفيوز فاسكولار نوكريوتايزنج انفلاميشن اند اسكيميا اوف الافكتد مين؟ افكتد اورجان. الحاجه الثانيه هو عباره عن تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يعني في اميون كومبلكس. الاسوسيشن مع الهيباتيتس في فيروس، نركز على الموضوع ده. احنا قلنا البولي ارترايتس نيدوزا الاسوسيشن مع اللي هو الهيباتيتس بي فيروس. الاسوسيشن مع مين؟ مع الهيباتيتس في بي فيروس. قلنا البولي مايالجيا روماتيكا مع الجاينت سيل ارترايتس، قلنا اللي هو البولي ارترايتس نيدوزا مع الهيباتيتس سي فيروس، قلنا الكرايوجلوبينيميا مع الهيباتيتس سي فيروس. نركز على الاسوسيشن. الحاجه الثانيه لا ننسى ان البولي ارترايتس نيدوزا بتيجي في الرجاله، فالناس دول بيكون عندهم وجع في الخصيه. لقيت طريات في تستيكولار بين اللي هو بسبب الاسكيميك اوركايتس، لقيت في مونو نيورايتس مالتيبلكس، لقيت في ليفيدو ريتيكولاريس، لقيت الطريات ده، فده طريات وفي البولي ارترايتس نيدوزا. فاحنا عندنا نون سبيسيفيك سيمتوم في 65 ل 80% من الناس، اللي هو سيستميك مانيفستيشن اللي هو الفاهم، فيفر، انوريكسيا، هيديك، ماليز، الكلام ده. النيورولوجيكال انفولفمنت بولي ارترايتس نيدوزا بيكون عباره عن فيها ايه؟ بولي نيوروباسي، مونو نيورايتس مالتيبلكس. لو لقيت كيس فيها ديزيز ضارب الاعصاب في كل مكان، واخد من كل منطقة عصب كده، يعني مفيش حاجة تدل ان في عصب معين اتضرب، موضوع جنراليزد بولي نيوروباسي، ده المونو نيورايتس مالتيبلكس. المونو نيورايتس يعني في عصب واحد بيتضرب وعصب تاني من مكان تاني من مالتيبل سايت، فعصب واحد من كل مكان بيتضرب، ده اللي هو المالتيبل مين؟ المالتيبلكس. حاجة تانية لو لقيت فيه راش، لو لقيت فيه ليفيدو ريتيكولاريس، نركز على موضوع البولي ارترايتس نيدوزا. هو ديزيز نيدوزا ميدوزا ديزيز اوف الميدل سايز فاسكولايتس، ديزيز اوف الميدل ايدج بتاع الرجاله، بيكون في ايه؟ بيكون في اسكيميا نيكروتايزنج انفلاميشن، بيكون في مونونيورايتس مالتيبلكس، بيكون في ليفيتو ريتيكولاريس، بيكون في تستيكولار بين، ما بيكونش افكشن دي اللي هو اللون. الرينال افكشن، نركز بقى الرينال افكشن هنا ما فيش كاست، نركز على الحته دي، نو ريد بلاد سيل كاست. الرينال افكشن هنا عباره عن هايبر تنشن، والهايبر تنشن بسبب الرينال اسكيميا اللي هتؤدي الى الافكشن او الاكتيفيشن للرين انجيوتنسن اندوستيرون سيستم. ممكن يكون في هيماتويوريا عشان هنا افكشن للجلوميريولار انفلاميشن، هنا في جلوميريولو نيفرايتس. نركز في موضوع البوليمايالجيا روماتيكا، اسف، في موضوع السيستيميك سكليروسس. السيستيميك سكليروسس لما بيأثر على الكليه بيعمل فاسكولوباسي، بيزود اللي هو الرينين، ولكن ما بيعملش جلوميرولو نيفرايتس. هنا برضه هنا بيعمل رينال اسكيميا، في بيزود الرينين في نفس الوقت بيعمل ايه؟ الجلوميرولار انفلاميشن، اسف انا لخبطت هنا. هنا اصلا لسه قايل لك ما فيش كاست، ما فيش ريد سيل كاست، ما ريد سيل كاست نتيجه الجلوميرولار انفلاميشن. فشوف انا بقول لك ما فيش كاست علشان الجلوميرولار انفلاميشن نوت ا فيتشر عندنا. ممكن يحصل مايوكاردال ام اي اي، ممكن يحصل جي اي تي سكيميا، فالعيان ده يجي بابدومينال بين واللي هو ميلينا عشان الميزنتريك مين؟ الميزنتريك ارترز اتقفلت فيحصل سكيميا. الحاجه الثانيه المهمه التستيكولار بين عشان الاوركايتس، اسكيميك اوركايتس دي كاركترستيك فيتشر. راجل في سن اربعينات جاي بتستيكولار بين، جاي بليفيدو ريتيكولاريس الافكشن في مالتيبل سايت او اني اورجان، ده عباره عن مين؟ ده عباره عن بولي ارترايتس نيدوزا. شوف يوجالي سبير مين؟ يوجالي سبير اللانج. حاجة تانية، طالما هو ديزيز اوف الميديم سايز ديفيسل، لو عيان دخل في ستروك او في سكيميا او في ام اي في سن صغير، لازم نحط في اعتباراتنا البولي ارترايتس نيدوزا. بولي ارترايتس نيدوزا شود بي كونسيدرد في الرجاله يونج ادل جايين بستروك او جايين بام اي، الدايجنوزس مي بي كونفيرمد ويز بايوبسي اوف الانفولفد مين؟ اوف الانفولفد
تشو. ده الصوره بتاعت الليفيدو ريتيكولاريس بتاعت اللي هو الام ار سي بي 2. الدايجنوزس بقى، نركز نجمع كده الحاجات اللي احنا قلناها كلها في الدايجنوزس. انا عاوز ثلاثه بس من العشره دول. ويت لوس، العيان بيخف، وزنه بيخس اكتر من 4 كيلو. في ليفيدو ريتيكولاريس عارفينها، في تستيكولار بين، حاجه تانية في مونو نيوروباثي او مونو نيورايتس مالتيبلكس، حاجه تانية في بوزيتيفيتي او اسوسيشن للهباتيتس بي فيروس، في ارتيريوجرافيك، لو عملت ارتيريوجرافي هنلاقي في ابنورماليتيز. الدايستوليك بلاد بريشر، العيان ده ضغطه عالي فالدايستوليك بلاد بريشر بيكون هاي اكتر من 90. في الليفيتد يوريا وكليات، لو ضرب الكليه، لو في رينال امبيرمنت، لو في اللي هو سيستميك انفستيشن مايالجيا وارثرالجيا والكلام ده. كل الكلام ده تدل على مين؟ على حسب الامريكان كوليدج، تدل على البولي ارترايتس نيدوز. البيوبسي بيكون فيها بولي مورف نيوكليير ليوكوسايت. اول حاجه بالنسبه للانفستيجيشن، عيانين البولو ارترايتس نيدوزا ندور معاهم على هيباتيتس بي فيروس انتيجين عندنا. الحاجه الثانيه البي انكا بوزيتيف اونلي في 20%. فنركز كده كده ان الانكا كلاسيكالي نيجاتيف في البولو ارترايتس نيدوزا. افتكر البولو ارترايتس نيدوزا، افتكر انا انكا انكا خانكا اللي هو بان، انا بعمل بان، انا بعمل حظر لاي واحد خانقني او جايب لي خانكا. انكا بي انكا بيكون نيجاتيف في العموم، ولكن بوزيتيف البي انكا بوزيتيف بي بي مع البولي ارترايتس نيدوزا بوزيتيف في 20% بس من الناس. نعمل انجيوجرافي ارتيريوجرافي، هنلاقي في ابنورمالتيز. ده ايماجيننج موديليتي اوف التشويس، ايماجيننج موديليتي اوف الموديليتي اوف التشويس، ان احنا نعمل انجيوجرافي هنلاقي فيه ايه؟ مايكرو انيوريزم، هنلاقي فيه ناروينج في الميديم سايز فيسل. ممكن ناخد بايوبسي لو الانجيوجرافي نوت افيلابل، فهنلاقي فيه برونويد نيكروزس في الميديم سايز فيسل. هنلاقي ايه؟ هنلاقي نيكريوتايزنج انفلاميشن وفايبرونويد نيكروزس في الميديم سايز بيت في الميديم سايز فيسل. ونركز على موضوع البيريكارديتس. البيريكارديتس اشهر حاجه في البيريكارديتس اللي هو بيكون سببها الفايبرونويد، مين اللي هو الفايبرونويد نيكروزس عندنا، وخاصه في حالات اليوريميا وغيرها. بوليمورف نيوكليير انفلتريت ليمفوسايت نيوتروفيل كذا كذا، ولكن ما فيش جرانيولوما اللي هو بوليمورف سيلولار انفلتريت، نو جرانيولوما اللي هو الجرانيولوما، افتكروا ايه؟ مش موجوده. فانت بتعمل بان، بتعمل بان اللي هو اليمين، بتعمل بان للجران، افتكر بان مش البان، اوعى تعمل، اوعى تعمل بان للجران. فمفيش البول ارترايتس نيدوزا اللي هو البان، البان ما بيحصلش للجران، يبقى الجران ابسنت، ما بعملش البان للجران. فركز على اللي هو الكلام ده. حاجة تانية، شوف الريد سيل كاست عبارة عن ابسنت، لأن احنا قلنا الجلوميرولا انفلاميشن مش تيبيكال. الموضوع كله بسبب ايه؟ بسبب الرينال، مين؟ رينال اسكيميا نشطت اللي هو الرينال انجيوتنسن او ديستيورن سيستم. اللونج انفولفمنت اهو، لونج انفولفمنت نوت سين ان بولا ارترايتس نيدوزا. فبيقول لك لو لقيت، نركز كده، لو لقيت لونج انفولفمنت فبالتالي دور على دايجنوزيس تاني في اللي هو الموضوع ده. الحاجة اللي بعد كده and by confirmation that small vessel اللي هو الارتيريون الكبيرة not involved، فهو disease of the medium vessel وليس the small vessel vascularis. فاحنا عندنا التريتمنت بقى، عندي نوعين من الايديوباثيك اللي هو لوحده، كورتيكوستيرويد او سايكلومين او سايكلوفوسفاماين. كورتيكوستيرويد او سايكلوفوسفاماين اللي هو ما يكون معاه هيباتيتس بي فيروس، نعمل بلازما فيريس فلونيدي انتي فيروس. الازيثيومرين ممكن يديك من ثيرابي لو في سايد افكت منين، من اللي هو السايكلوفوسفاماين. نركز على السايد افكت بتاعت السايكلوفوسفاماين، بريماتيور اوفيريان فيلير انفيلتريتي في الرجاله والستات، بريماتيور اوفيريان فيلير في الستات، انفيلتريتي في الستات وفي الرجاله. ده السايكلو مين؟ السايكلوفوسفاماين. افتكر السايكلو، افتكر السايكلو جاي من كلمه السايكل، الاوفيريان سايكل، سايكلوفوسفاميد اوفيريان سايكل. ففي بريماتيور اوفيريان سايكل فيليا، بريماتيور اوفيريان فيليا، افتكر اوفيريان سايكل فيليا.
حاجة تانية افتكر الفوسفامايد اللي هو الفوسفامايد، افتكر الفوسفور. الفوسفور المفروض بيزود مين؟ بيزود اللي هو الحيوانات المنوية. هنا الفوسفامايد بقى العكس، عكس الفوسفور. الفوسفامايد بيقلل اللي هو الانفيرتيليتي في الرجالة واللي هو الستات. نيجي للموضوع اللي بعد كده اللي هو الجرانيولوماتوزس ويز بولي انجايتس، اللي هو الفاجنر جرانيولوماتوزس. الفاجنر جرانيولوماتوزس ده بسميه الجرانيولوماتوزس ويز بولي انجايتس. جرانيولوماتوزس ويز بولي انجايتس ده عبارة عن مين؟ ده عبارة عن فاجنر جرانيولوماتوزس. الفاجنر جرانيولوماتوزس هيكون مشترك مع الشيرج ستراسو سيندروم في الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. اول حاجه الاثنين فاسكولايتس، فيهم ساينوسايتس، فيهم لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن زي الديزني. فالموضوع متصل، ليه علاقه انفكشن للريسبيراتوري تراكت او الريسبيراتوري سيستم مع فاسكولايتس. الحاجة التانية نركز كده في الفاجنر جرانيولوماتوزس، بيكون في ابيستاكسيس، هيموبتوسيس، سي انكا. افتكر اللي هو الفاجنر سي انكا اللي هو الجرانيولوماتوزس ووز بولي انجايتس. افتكر جرانيولوماتوزس ووز بولي انجايتس، افتكر الجي بي اي. الجي بي اي التقدير بتاعك جيد، قليل خالص. الجي بي اي بيكون سي، مفيش حاجة اسمها بي في الجي بي اي. في الجي بي اي افتكر في الجي بي اي مفيش بي، في سي. اللي هو انا عندي جي بي اي ايه التقدير، اي امتياز، بي جيد جدا، سي اللي هو جيد. فالجي بي اي اللي هو الفاجنر جرانيوماتوز بيكون سي انكا. العيانين دولت الجي بي اي اللي هو جيد ده، العيان اللي هو الجي بي اي جيد ده لما اهله بيرنوا علقه وبيدوله قلمين على وشه، فبالتالي ايه بينزف من مناخيره، فبيجيله اللي هو ايبيستاكسيس وبيكح دم، هيموبتسيس. فنركز على الموضوع ده، بيكون عندهم ايبيستاكسيس، بيكون عندهم هيموبتسيس زي ما احنا شايفين. الشيرج ستراسو سيندروم، الشيرج ستراسو سي يبقى بي. افتكر البي مع السي، السي بيكون مع البي. العيانين دول بيكون فيهم ايزينوفيليا، نجمع الحاجات اللي فيها الايزينوفيليا زي ما احنا قلنا الكوليسترول امبوليزم وفيها ايزينوفيليا، كذلك اللي هو الشيرج ستراسو سيندروم في ازمه وفي ايزينوفيليا. فالعيانين دول عندهم ساينوسايتس، عندهم ايبيستاكسيس وهيموبتسيس، وعندهم ازمه في اللي هو التفاصيل بتاعتهم. اول حاجه نركز كده الجرانيولوماتوزس بولي انجايتس اللي هو الجي بي اي، جرانيولوماتوزس بولي انجايتس ده الاسم الثاني بتاع اللي هو فاجنات او فاجنر، اللي هو الفاجنر جرانيولوماتوز. عباره عن اوتو اميون ديزيز فيها نيكريوتايزنج جرانيولوماتوز فاسكولايت. شوف الموضوع بتاعي نيكريوتايزنج جرانيولوماتوز فاسكولايت، نيكروتايزنج انفلاميشن بس. فين نيكريوتايزنج انفلاميشن؟ في البولي ارترايتس نيدوزا. ركز كده، نيكريوتايزنج انفلاميشن، نيكروتايزنج انفلاميشن في البولي ارترايتس نيدوزا، ومفيش هنا جرانيولوماتوز. نيكروتايزنج نان جرانيولوماتوس انفلاميشن بولي ارترايتس نيدوزا، نيكروتايزنج جرانيولوماتوس انفلاميشن ده الجرانيولوماتوزس وذ البولي مين؟ بولي انجايتس. بيأثر على مين؟ على الابر واللور ريسبيراتوري تراكت بالاضافه للكليه. يبقى بيأثر على الابر ريسبيراتوري تراكت، اللور ريسبيراتوري تراكت بالاضافه للكليه. نركز على الكلاسيك تريان، نيكروتايزنج جرانيولوماتوس انفلاميشن في الريسبيراتوري تراكت. العيان ده بيكح دم وبيجيب دم من مناخيره، بيأثر على الكليه، جلوبيرولونيفريتس، سمول فيسل مين؟ سمول فيسل فاسكولايتس. هو عباره عن سمول فيسل فاسكولايتس على عكس البولي ارترايتس نيدوزا، ميدوزا ميدل فيسل او ميديم سايز مين؟ فاسكولايتس. اعراض الابر ريسبيراتوري تراكت، ساينوسايتس، ايبيستاكسيس، في سادل شيب نوز ديفورميتي، في سادل شيب نوز ديفورميتي. اعراض اللور ريسبيراتوري تراكت زي الديزنيا وزي الهيموبتسي. فاحنا قلنا هو بي افكشن للابر ريسبيراتوري تراكت واللور ريسبيراتوري تراكت، قلنا العيانين دولت فيهم ابر ريسبيراتوري تراكت زي الساينوسايتس، قلنا العيانين دولت فيهم ديزنيا، فيهم هوبتسيس زي اللور مين؟ اللي هو اللور ريسبيراتوري تراكت ايه افكشن.
الحاجه اللي بعد كده بيكون فيها حاجه اسمها مايجريتنج الفيولار شادوينج. مايجريتنج الفيولار مين؟ مايجريتنج الفيولار شادوينج. الحاجه اللي بعد كده الرابيدلي بروجريسيف جلوميريولو نيفرايتس. الرابيدلي بروجريسيف جلوميريولو نيفرايتس ده عيان بيكون عنده ايه؟ رابيدلي بروجريسيف رينال فيليا في خلال 3 شهور في بروتونيوريا هيماتيوريا. في فاسكولايتس زي كاروتيد ارتري فاسكوليتيك كلاش اللي هو انفولفمنت اللي هو الحاجات دي. طيب هو سي انكا ولا بي انكا؟ طالما الجي بي اي فهو سي انكا، والسي انكا بوزيتيف في اكتر من 90%. ممكن يكون في بي انكا ولكن بيكون في حوالي 25% فنسبه قليله. السي انكا افتكر اللي هو السي انكا ده الافكشن اللي هو السي انكا اللي هو الصبر البي ار. فالسي انكا دايركتد اجينست اللي هو البروتييز البروتيونيز 3 بي ار اللي هو البي ار 3، يبقى افتكر الصبر سي انكا بي ار 3. اما اللي هو البي انكا، البي انكا دي بتاعت مين؟ اللي هو الام بي او. البي انكا بتاعت الام بي او، بي انكا بتاعت الام بي او. السي انكا هايلي سبيسيفيك موجوده في 50% من الناس، لوكالايزد تو 50% من الناس لوكالايزد تو ريسبيراتوري تراكت، و95% في الجنرالايزد بوبيوليشن جنرالايزد فاجنر يعني. فاحنا لسه قايلين 90 يعني اكتر من 90 يعني حوالي 95%. لكن اللي بيحصل فيه افيشن ريسبيراتوري تراكت اللي هم بيكونوا بوزيتيف 50%. كذلك بيكون في رينال مين؟ رينال انفولفمنت. بيكون في السي انكا هايلي سنسيتيف وي سبيسيفيك. فالناس اللي عندهم لونج، الناس اللي عندهم لونج افيكشن ريسبيراتوري تراكت افيكشن السي انكا بوزيتيف بنسبه 95%. الناس اللي عندهم رينال انفولفمنت بيكون هايلي سنسيتيف اند سبيسيفيك عندنا. الحاجه اللي بعد كده افتر الديزيز ريميشن، نركز على المعلومه دي. بقول لك بعد الديزيز ريميشن ما اعتمدش على السي انكا في متابعه مين؟ متابعه المرض واللي هو الريلابس، عشان ممكن يكون السي انكا يفضل بوزيتيف سنين طويله. فشوف بقول لك افتر ريميشن اوف افتر ديزيز ريميشن، بعد الديزيز ريميشن يعني يكون خف ولكن السي انكا ممكن تفضل اليفيتد لسنين. فاحنا ما بنعتمدش عليها في الايفالويشن للبيشنت ويز مين؟ ويز اللي هو الريلابس. الشيست اكس راي في اللي هو ايه؟ اللي هو الفيلر شادوينج، في كافيتيشن، في مشاكل كتير. الرينال بايوبسي ممكن نلاقي فيها ايه؟ نركز كده، الرينال بايوبسي هنلاقي فيها فاسكولايتس والجي ان جلوميريو نيفرايتس، ولكن الجرانيولوما بتكون اوكيجنال عادة ولكن مش دائما. يبقى نركز كده، احنا عندنا 3 ايو بايوبس، واحدة من الرينال، واحدة من اللنج، وواحدة من الابر ريسبيراتوري تراكت. بتاعة الرينال احنا نركز، احنا عندنا 3 بايوبس، واحدة من الرينال، واحدة من اللنج، واحدة من الابر ريسبيراتوري تراكت. بتاعة الابر ريسبيراتوري تراكت فيها جرانيولوما ومفيش فيها فاسكولايتس. بتاعة اللنج فيها فاسكولايتس وفيها جرانيولوما. يبقى نركز كده هاي دايجنوستيك عشان هنلاقي فيها الجرانيولوما والفاسكولايتس، وهو اصلا عباره عن ايه؟ جرانيولوماتوسس وزبولة انجيتس، يعني في الاثنين. فالبيست بايوبسي او الهاي دايجنوستيك اللي هي بتاعه اللنج. بتاعه الرينال فيها ايه؟ فيها موضوع الفاسكولايتس لكن الجرانيولوما بين البنين، ممكن غالبا موجوده لكن مش دايما موجود. فنركز على اللي هو الكلام ده. العلاج بتاعي عباره عن بريدن سولوم اللي هو 1 مللي جرام لكل كيلو جرام، فين كل كيلو جرام في اللي هو اليوم. In case of renal failure indication for dialysis the initial management ان احنا ممكن ندي ميثايل بريدنسول. في حالة ان هو renal failure with indication للدياليسيز هتدي العيان ده ايه؟ ميثايل بريدنسولون. الميثايل بريدنسولون بيتاخد immediately، بعد كده يحصل هيموداياليسيز، بعد كده يدي سايكلوفوسفامايد. يبقى عبارة عن ايه؟ ميثايل بريدنسولون يحصل immediately، بعد كده هيموداياليسيز، بعد كده ايه؟ سايكلوفوسفامايد. فالسايكلوفوسفامايد 90% من الناس الكومباينيشن، ركز كده، 90% من الناس بيحصل كومباينيشن بين البريدنسولون واللي هو السايكلوفوسفامايد كستاندر ثيرابي اند تريتمنت اوف تشويس للاندكشن والريميشن في موضوع اللي هو الفاجنر جرانيولوماتوس.
بنركز على هنا بنستخدم بريدنسولون، وبنستخدم معاه مين؟ بنستخدم معاه موضوع السايكلو فوسفامايد كومباينيشن ثيرابي. عندنا لو البيشنت عنده فاسكيوليتك نيوروباسي بستخدم اللي هو السايكلو فوسفامايد لوحده. The current practice is to use السايكلو فوسفامايد for the induction of mean of اللي هو الثيرابي. لكن في المعتاد الاندكشن والريميشن بالميزوتريكسيت، واللي هو موضوع مين؟ موضوع السايكروفوسفور. المايكروسكوبيك بولي انجايتس نركز على التفاصيل بتاعتها اللي هي في المربع. المايكروسكوبيك بولي انجايتس ديت شبه الجرانيوماتوسيس والبولي انجايتس اللي هو الفاجنا، ولكن ما عدا ثلاث حاجات اللي هنا only affected small blood vessel في اللنج والكدني، يعني ما فيش upper respiratory tract، ما فيش nasopharyngeal damage زي اللي هو الفاجنا. فهنا affection للبلاد فيسل في اللنج والكدني، هنا association مع اللي هو مين؟ الفاجنر مع السي، البولي انجايتس المايكروسكوبيك مع مين؟ مع اللي هو البي انكا، associated مع مين؟ اللي هو البي انكا في حوالي 45%. فهو مايكروسكوبيك، افتكر مايكروسكوبيك بتاعت اللي هو الام بي او بتاع البي انكا، مايكروسكوبيك بتاع الام بي او بتاع البي انكا في 45% و30% مع السي انكا. هنا ما فيش جرانيولوما اون بايوبسي، هنا ما فيش ايه جرانيولوما ان بايوبسي، بسميه مايكروسكوبيك بولي انجايتس، ما قلناش جرانيولوماتوزس ويز بولي انجايتس. هنا مايكروسكوبيك، فهنا عباره عن فاسكولايتس بس ما فيش جرانيولوما، هو عباره عن سمول فيسل فاسكولايتس بتاثر على اللنج وبتاثر على الكليه، ولكن ما فيش جرانيولوما، فيه نو جرانيولوما في اللي هو موضوع اللي هو البايوبسي. نفتكر ان فاجنر سي، فاجنر سي صبر، فمعاها البي ار 3 انتي بودي. نفتكر المايكروسكوبيك بولي انجايتس ديت مع اللي هو مايكروسكوبيك مع الام بي او بتاع مين؟ بتاع البي انك. الشيرج ستراسو سيندروم نركز كده، ده في ابر ولور ريسبيراتوري تراكت انفكشن. حاجه تانية في ازمه. الحاجه اللي بعد كده في اللي هو البي انك بوزيتيف، فهو عباره عن انكا اسوسييتد سمول فيسل فاسكولايتس، بسميه ايزينوفيليك جرانيولوماتوزس ويز بولي انجايتس. ايزينوفيليك جرانيولوماتوزس ويز بولي ايه؟ ايزينوفيليك جرانيولوماتوزس ويز بولي انجايتس. الايزينوفيليك جرانيولوماتوزس ويز البولي انجايتس فيها ازمه، فيها ساينوسايتس، فيها مودونيوريتس مالتيبلكس، فيها ايزينوفيليا، فيها اي جي اي عالي، فيها البي انكا بوزيتيف في 60%. الحاجه اللي بعد كده ايه؟ ريرلي ان هو ممكن يحصل اسكيميك اوبتيك نيوروباثي او فيجوال لوس. اليوكوتورين ريسبتور انتاجونست ممكن يحصل بريسيبيتيشن دي اللي هو الديزيز. ليه احنا بنقول المعلومه ديت ان اليوكوتورين ريسبتور انتاجونست؟ لان احنا بنستخدمها في الازمه، والعيان ده بيكون عنده ازمه، فلو اديته اليوكوتورين ريسبتور انتاجونست ممكن يحصل بريسيبيتيشن لمين؟ للديزيز. فهو دايجنوزيس الشيرج ستراسو سندروم دايجنوزيس كلينيكالي اللي هو اهم من موضوع مين؟ البيوبسي. لكن في البيوبسي هلاقي فيه جرانيولوما فورميشن، ده الدايجنوستيك انفستيجيشن اوف التشويس. السكين بيوبسي، السكين بيوبسي هلاقي فيها جرانيولوما، هنلاقي فيها اكسترا فاسكولار ايزينوفيليا فين؟ في اللي هو البيوبسي. ده يعتبر الديفينيتيف او الدايجنوستيك انفستيجيشن اوف مين؟ اوف اللي هو التشويس. الهاي دوز ميثايل بريدنسولون ويز او ويزاوت سايكلوفوسفاميد، ده تريتمنت اوف الليشنز اللي هو ويز او ويزاوت، على عكس مين؟ على عكس في الجرانيولوماتوزيس ويز بولي انجيتس بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها الاثنين مع بعض.